السلام عليكم ورحمة الله. معلش يا جماعة، لو حد سمع صوتي يكتب نمبر وان بليز. كويس، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله موعدنا النهاردة مع المحاضرة. يا ريت يا ريت يا استاذ تورق، what's your name please. عليكم السلام. ماشي. الصوت ممكن تعمل ريفرش للصفحة وهي ترجع تاني، يعني الصوت يجي لك، الصوت هيجي لو انت عملت ريفرش للصفحة. ربما الانترنت كونكشن بتاعك في حاجة، فلو عملت ريفرش الصوت هيرجع، يعني الصوت والشير كمان. طبعا انا كنت طلبت من الجماعه المتدربين معانا المره اللي فاتت انهم يملوا ي... ي... يعملوا الكويشنير اللي انا عامله لهم عن الايفالويشن بتاع الكورس اللي هو الايلتس بريباريشن كورس. طلبت منهم انهم يقولوا رايهم في المحاضرات ورايهم في وهل وتعلموا فعلا من المحاضرات دي ولا لا، وايه ايه بالنسبه لهم افضل الحاجات اللي وجدوها في الكورس، وهل اتعلموا فعلا اللي كنا ناويين نعلمه لهم، ولا طريقه التوصيل بتاعتنا ما كانتش صحيحه او ما كانتش كويسه بالقدر اللي يخليهم يستفيدوا من الكورس بتاعنا. واطلب منكم بعد اذنكم ان انا هدي لكم تاني الوصله بتاع الكويشنير دوت، اللينك بتاعه. يا ريت حضراتكم تدخلوا على الدوكيومنت دي ويتحولوا مفيش عندنا مشاكل خالص بالنسبة للكورس. الافيلابيليتي بتاع الكورس ده في منتهى الجمال. اولا هتلاقي فيه جروب على الفيسبوك للكورس والبقية الكورسات اللي بتديها الاكاديمية في اللغة الانجليزية، والكورسات وهتلاقي على الفيسبوك جروب دي هتلاقي ماتيريال كاملة، هتلاقي الباوربوينت برزنتيشن بتاع كل محاضرة، وهتلاقي التسجيل الصوتي بتاع كل محاضرة، وهتلاقي الماتيريال اللي احنا مزودينها او المنهج اللي احنا كنا بنشرحه خلال الفترة اللي كنا شغالين فيها مع المتدربين بتوعنا. انا بطلب منكم بس ان انتوا تكتبولي الكويشنير دوت. هو مش على نفس صفحة الدارين، احنا عاملين على الفيسبوك جروب. الجروب بتاع الفيسبوك هي اللي فيها الماتيريال زي ما بقول لحضرتك. ان شاء الله النهارده هنحاول نكمل المحاضرة بتاعت الجرامر. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا الجرامر مهم، برضو المهم جدا في دراسة اللغة الانجليزية. طبعا مش هو اكتر، مش هنقدر نقول هو اعظم حاجة او اهم حاجة في اللغة، لا، ده احنا عندنا سكيلز، عندنا فور سكيلز لازم نبقى كويسين فيهم، ولازم نبقى عارفين كويس قوي ايه اللي مطلوب مننا في كل سكيل من السكيلز دي. طبعا اللي حاسس بقيمة السكيلز دي اللي مسافر بره، او اللي عايز ياخد شهادة الايلتس او شهادة التوفل علشان يسافر امريكا او يسافر بريطانيا، بيبقى حاسس فعلا بقيمة المهارات الاربعة للغة. يعني مثلا وهو مسافر المفروض ان هو يتعلم يعمل ريدنج، هيجد وثائق مكتوبه كتير هو محتاج فعلا يتفاعل من خلال القرايه، سواء ان هو يقرا وثيقه او يقرا جريده. فكره يقرا جريده دي من اسهل حاجه، انما فكره ان انت تدخل مثلا تملى وثيقه من اي نوع من انواع الوثائق، ولتكن مثلا ابلكيشن فورم، ولتكن اي فورم من الفورمز اللي انت بتضطر ان انت تملاها في اي مكان بره مصر او في اي مكان اهله بيتحدثوا يعني اللغه الانجليزيه، انت محتاج تقرا الوثيقه دي بشكل صحيح وتتاكد تماما ان المسج اللي جوه الوثيقه دي وصلتك بشكل سليم. فالريدنج سكيلز كلها بتنصب حوالين ازاي تقدر تفهم الكلام المكتوب قدامك باي شكل، باي فورم من الفورمز، اي فورمات. انت بتبقى محتاج ازاي، محتاج تعرف ازاي تقرا وازاي تفهم الكلام اللي انت بتقرأه. بالنسبة للليسننج طبعا مفيش فيه مفر من ان احنا يبقى عندنا listening skills، ونحاول ان احنا نفهم الكلام اللي احنا بنسمعه سواء في lecture او في اي مكان. يبقى
بصي، هو الطفل بالنسبة للمتخصصين، يعني لو جينا نتكلم على الناس اللي المتخصصين في اللغة الإنجليزية اللي دراستهم الأكاديمية لغة إنجليزية، سواء كان آداب أو تربية أو ألسن أو لغات وترجمة أو ما شابه، اللي هي الجامعات اللي بتبقى فيها كليات متخصصة في اللغة، الجامعة خريجي اللغات عموما، بيبقى بالنسبة لهم أي اختبار دولي في اللغة الإنجليزية مهم، لأن أي تعرض لأي موضوع في اللغة الإنجليزية أو أي اختبار دولي فيها بيبقى شيء لازمهم، بيبقى لازم هؤلاء المتخصصين إنهم يدرسوه أو إن يبقى عندهم فكرة عنه. ما ينفعش يتكلم عن الأمريكان إنجليش من غير ما يكون عدى على الطفل وتعرض له كتجربة مهنية في حياته يعني. إنما بالنسبة للمتخصصين الغير متخصصين بقى، سواء كانوا مهندسين او دكاتره او اي تخصص تاني بس مش لغه انجليزيه، يعني مش تخصص انجليزي، المفروض انهم بيشوفوا بالظبط هم عايزين يروحوا فين، ومحتاجين الشهاده اللي بتفيد انهم متمكنين في الفور سكيلز في اللغه الانجليزيه لاي مكان. طبعا في اماكن كتيره بتبقى طالبه الشهاده دي، المفروض انك تبقى عارف ايه السكور اللي مطلوب منك عشان تقدر تشتغل في المؤسسه اللي انت رايحها دي، او علشان تقدر تكمل دراستك فيه. عموما الايلتس والتوفل الاثنين بيطلبوا في نفس المكان، يعني الجامعات بتطلب يا اما توفل يا اما ايلتس. بعض البلاد برضو، بعض البلاد بس بعض البلاد زي بريطانيا واستراليا والاماكن اللي في اوروبا دي بتطلب الايلتس بسكور معين علشان الهجرة او علشان الدراسة. فانت الشهادة دي عموما بتبقى شهادة يعني عالية شوية في اللغة الانجليزية، وانت بتبقى عايزها ومحتاجها علشان يا اما تكمل دراستك، يا اما عشان تهاجر، يا اما علشان هتشتغل في مكان محترم طالب منك ان انت تاخد الشهادة دي كدليل يثبت ان انت متمكن في اللغة الانجليزية او متمكن في استخدام اللغة الانجليزية على مستوى الفور سكيلز. فانت لازم تعرف المؤسسة اللي انت رايحها بالظبط عايزة منك اي شهادة، وعايزة قد ايه سكور في الشهادة دي. وانت بقى بتشوف لو كانت المؤسسه دي عايزه منك توفل او ايلتس، مين الاسهل ليك؟ الاسهل ليك ده طبعا انت اللي بتحدده، مش حد تاني، يعني ما اقدرش اقول لك الامتحان ده اسهل من الامتحان ده. بس عموما اللي بيجربوا التوفل وبيجربوا الايلتس بيقولوا ان الايلتس اسهل من التوفل، لان الايلتس الليسننج بتاعه ما بيبقاش سريع جدا، والليسننج في البريتش انجلش بيبقى اسهل كتير من الليسننج في الامريكان انجلش. زائد ان اغلب الدول العربيه بتدي مناهج اللغه الانجليزيه بتاعتها في المرحله ما قبل الجامعيه في بالبريتش انجلش، فكلنا ما بنجدش صعوبه في فهم الفوكابولري في البريتش انجلش او الجرامر. انما الفوكابولري في الامريكان انجلش والجرامر في الامريكان انجلش بيفرق، بيختلف عن ما درسناه في المرحله اللي هي قبل الجامعه. انما بقى لو كنت متخصص في اللغه الانجليزيه فهتبقى عندك لازم فكره عن الامريكان انجلش والبريتش انجلش والاستراليان وما الى ذلك والاختلافات يعني. لا، مصر عندنا المدارس اللي هي المرحله ما انت بتدرس امريكان انجلش بدات تدخل جديده في المناهج، بدأوا يحطوا بعض الألفاظ وبعض الكتابات في الأمريكان إنجليش ويفرقوا لك في الفوكابولري، بس لسه ما زلنا بندرس البريتش انجلش وما زلنا بندرس برضه الجامعه على حسب الدكتور في الجامعه. بس عموما انت درست في ما قبل الجامعي بريتش، مش هتكمل امريكان. الامريكان انت متعود عليه لانه هو منتشر في العالم، مش فكره ان انت بتدرسه، انت بتتعود على الامريكان انجلش لانه هو منتشر في العالم من خلال الامريكان موفيز. الامريكان موفيز الافلام الامريكيه اللي ماليه السينما الامريكيه واسعه الانتشار في العالم كله، هي اللي بتخلي الامريكان اكسنت بالنسبه لك فاميليير اكتر من البريتش اكسنت. يعني لو انت سمعت البريتش اكسنت والامريكان اكسنت هتحس ان الامريكان اكسنت فاميليير جدا بالنسبه لك اكتر من البريتش. بس انتوا لو كنتوا في المراحل اللي هي قبل الجامعه او في الجامعه كنتوا بتسمعوا التيب سكريبت او كنتوا بتعملوا ليسننج براكتس، هتعرفوا الفرق كويس ما بين الامريكان والبريتش. التيب سكريبت اللي انت بتسمعه في المدرسه او بتسمعه في الجامعه ما بيبقاش امريكان، بيبقى بريتش. الامريكان اسهل لان انت متعود عليه، مش فكره اسهل علشان هو طبعا فكره اسهل بالنسبه لي او اسهل بالنسبه لك او اي حد تاني من المتدربين
طبعا بيبقى الامريكان اسهل او البريتش، الامريكان اسهل، امريكان انجلش اسهل من البريتش انجلش للي بيمارس امريكان انجلش، للي بيسمعه، اللي بيجيب اللي بيقراه. يعني مثلا ممكن تبقى انت متابع للسي ان ان، غيرك بيحب يسمع البي بي سي، يحب يسمع هاري بوتر او يشوف هاري بوتر في الموفيز، طبعا ده بريتش موفي. فحته ان انت يبقى عندك سهوله في اكسنت معينه او دايلكت معينه، ده بسبب انك انت متعود عليها او ان انت بتعمل لها براكتس. والله ألسن انجليزي بقى انت المفروض انت هتتعرضي لكله، تتعرضي لكل الاختبارات، ولازم تبقي عندك فكره عن الاختبارات وتطورها وتغييرها. يعني انا سامعه دلوقتي ان التويفل انستتيوشن اللي هو اللوكال اللي احنا بنقول عليه لوكال، لا طبعا انت لو انت معاك امريكان، سواء امريكان لا عادي، بالنسبه للايلتس، بالنسبه للطفل، بالنسبه للطفل اي بي تي، كل انواع الانترناشونال تيستس دي بتبقى انترناشونال. يعني ايه انترناشونال؟ يعني ممكن تتكلم بريتش انجلش وانت رايح تمتحن اي تيست منهم، لان هم بيعتبروا التيست ده انترناشونال تيست، يعني بيقيس اللغة الإنجليزية على مستوى دولي. يعني ينفع في الايلتس انك تتكلم امريكان، وينفع تكتب امريكان، بس بشرط انك تبقى عارف وانت بتكتب ان انت بتكتب امريكان من اول الورقة لغاية نهايتها، اللي هي السامبل الانسر شيت. المفروض الانسر شيت بتاعك من اولها لاخرها تبقى كاتب فيها امريكان، او الانسر شيت من اولها لاخرها بتبقى كاتب فيها بريتش. مفيش مشاكل خالص ان انت بتتفهم انجليزي سواء قلتي امريكان او بريتش في بريتن او في اليو اس اي، مفيش مشاكل في حته ان انت تبقى متقن للكنه من لكنات اللغه الانجليزيه، بتتفهم في اي مكان. بس المهم ان انت تحافظ على ان انت تبقى ثابت على لكنه معينه، انت عارف انت بتدرس ايه، الماتيريال بتاعك عارف كويس قوي إيه؟ انت بتدرس من الماتيريال ايه، يعني الماتيريال دي ماتيريال بريتش انجلش ولا امريكان انجلش، ده بريتش برونسيشن ولا امريكان برونسيشن، علشان تبقى عارف الكتابه بتاعك برضو امريكان ولا بريتش، لازم تبقى مفرق. عشان كده انت بتاخد الايلتس بريبريشن كورس لوحده، وما بتعملش بريبريشن بالايلتس عشان تروح تمتحن توفل، لا ده انت بتجيب ماتيريال للتوفل عشان تروح تمتحن التوفل، لان ده لازم تبقى عارف وعارف اللكنه ودارسها، يعني عارف الاكسنت ودارسها، درسها طبعا من كتب ومن تيبس. طبعا دراسه اللغه عامله زي تجويد القران الكريم كده، ما تنفعش من غير ما يبقى فيه ما ينفعش يبقى فيه دراسه لغه من غير اوديو. طبعا بالنسبه للاستاذ بتاع كليه هندسه، ايوه طبعا ممكن تدرس الايلتس او تدرس التوفل او اي اختبار دولي اخر، يعني الى جانب دراستك، لان انت لو درست وانت في الكليه بعد ما تيجي تتخرج هتاخد وقت قليل في، يعني ما فيهاش حاجه ما تدرس، انت اساسا بتاخد لغه. يعني انت انا عارفه ان كليه هندسه بتاخد لغه، كورس لغه تقريبا تاخده في اولى وتانية لغه، وبعد كده ثالثه ورابعه ما بتاخدوش لغات. لا مفيش اي مشاكل، المحاضره دي ملهاش علاقه بالكلام اللي قلناه قبل كده، هي بس محاضره فيها كلام عن بعض قواعد الجرامر في الادفانسد ليفل فور ستادينج انجلش. يعني الجماعه اللي بيدرسوا انجليزي في المستوى الادفانسد او الابر انترميديت هيجدوا المحاضره دي بالنسبه لهم مفيده، والجماعه اللي بيعملوا ايلتس بريبريشن هيجدوا المحاضره دي مفيده. اللي هنقولها النهارده في معرفه ازاي يكتبوا وازاي يتكلموا with accuracy. طبعا دارس الهندسه لازم يبقى عنده قاموس هندسي، دارس السياحه بيبقى عنده قاموس سياحي، دارس الطب بيبقى عنده قاموس طبي، انت بتبحث عن قاموس هندسي متخصص للالفاظ اللي هي باللغه الانجليزيه وازاي تترجمها باللغه العربيه، عشان يبقى عندك يعني تخصص، لازم يبقى عندك قاموس في مجال تخصصك. ده بالنسبه للدراسه، بالنسبه لدراسه اللغه الانجليزيه في الهندسه. انت لو سبت الانجليزي الامتحان هيبقى اصعب كل مره،
الهدف من دراسة اللغة الإنجليزية إنك تبقى على ممارسة تامة بيها. يعني أنت ممكن تبقى دارس لغة، مش فكرة إن أنت تبقى معاك هندسة ومعاك شهادة الأيلتس في اللغة، لا ده ممكن تبقى دارس لغة ومتخصص فيها وممكن وسبتها بدون ممارسة. السكيل اللي أنت هتسيبها بدون ممارسة استحالة تبقى فيها، استحالة تبقى فيها كويس. يعني في ناس كويسة جدا ومستوى حلو خالص بس ما عندهاش براكتس، ما بتمارسش لغة، يعني ما بتتكلمش إنجليزي كتير، تجد صعوبة في إنها تتكلمه، ما بتسمعش إنجليزي كتير، تجد صعوبة في إنها تحدد الكلام اللي هي بتسمعه بعد فترة على الرغم إن هو بيبقى دارس. ففكرة الآيلتس وتجديده كل سنتين، الفكرة إن أنت هل أنت كل فترة بتهتم إنك تعمل لنفسك براكتس على الفور سكيلز وإنك تبقى متابع دايما؟ أصل السكيل دي عاملة زي العوم وزي السباحة كده وزي الطبخ، سكيل يعني مهارة عايزة دايما براكتس. لو مفيش براكتس للسكيلز، السكيلز على طول مش هتبقى كويسة، هتجد صعوبة فيها. الكتابة الرايتنج لو انت حتى متخصص وممتاز في اللغة وتركت الكتابة فترة، بتجد صعوبة بعد كده في ان انت ترجع لنفس مستوى اتقانك ليها او في او نفس مستوى تمكنك منها. فانت لازم تعمل، لازم تبقى على طول في براكتس، لازم تعمل براكتس دايما، لازم تكتب انجليزي دايما، لازم تقرا كتير، لازم تعمل سبيكينج، لازم تعمل ليسنينج، لازم كل يوم على الاقل يعني مش اقل من ساعة يوميا علشان اللانجوج بتاعك تبقى كويسة، وعشان ما تقفش عند مستوى معين. يعني انت هتقف عند مستوى معين، اهملت البراكتس هتضعف في البراكتس، بس الكونتنت بتاعك او المحتوى المعرفي بتاعك في اللغة زي الكلمات والجرامر ممكن برضو بعامل النسيان وطول الوقت اللي انت ما بتذاكرش فيه تنسى. فاللغة دي عاملة زي العوم بالظبط، لو ما عملتش براكتس هتلاقي نفسك عضلاتك تهبست واصبحت غير قادرة على العمل بشكل متقن. زي الدكتور اللي بيشتغل وبيهمل او بي 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 يعني بيبتعد عن مجاله فترة، بيبقى محتاج عملية، محتاج شغل يخليه يرجع تاني لنفس تألقه يعني. طيب ندخل بقى في موضوع المحاضرة بتاعتنا اللي هي adding words at the end of clauses or sentences. المرة اللي فاتت افتكر ان الجماعة اللي كانوا حاضرين معانا كنا بنتكلم على استخدام الـ time conjunctions، واستخدمنا كمان الـ expressions or the connectors of result of purpose and reason. تقريبا خدنا الروابط الزمنية وخدنا الروابط بتاعت اللي بنعبر بيها عن تناقض الافكار، وخدنا الروابط اللي بنعبر بيها عن السبب وعن النتيجة. النهاردة ان شاء الله هنكمل موضوع او موضوعات مهمة في اللغة الانجليزية في الجرامر، من ضمن الموضوعات ديت اللي هي لما انا عايزة ازود كلام او عايزة ازود words at the end of the sentence. في عندي كلمات زي كلمة and so on او كلمة etc او هذه الكلمات او into the bargain او to put. الكلمات ده هي كلمات بتضاف في نهاية الجملة وبيبقى لها معنى. لما اقول they sell chairs, tables, beds and so on، كلمة and so on بتساوي كلمة etc يعني هو الى اخره، كأني هقول ايه مزيد من الامثلة بس مش عايزة اذكرها فبقول and so on او اقول etc. وبحط طبعا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا بنحط النطق او الرموز الصوتية بتاع الكلمة between two slashes كده. الكلام اللي انت شايفه في النص ده هو اسمه phonetic transcription يعني الوصف الصوتي للكلمة. بنحط الوصف الصوتي ده لما نبقى عايزين نقول مثلا الـ ETC دي تتنطق ازاي، مش هنطقها ETC لا ده انا هنطقها etc، يبقى نطق كلمة ETC etc. وقلنا احنا خدنا طبعا المرة اللي فاتت ازاي بنكتب الـ الحروف كأصوات، وخدنا الاصوات اللي هي الكونسونانس اللي هي الاصوات ما بتبقاش متغير الكتابه بتاعتها، يعني تي بنطقها تي وبكتبها تي، فلما احطها ما بين التو سلاشز كده عشان اعمل الفوناتيك ترانسكريبشن بتاعها اقوم كاتباها زي الحرف تي، والار كذلك والاس كذلك. قلنا اللي بتفرق معانا الفاولز وبعض الحروف الساكنه وقلنا عليها المره اللي فاتت. It will go to the committee then to the board then to another committee and so on and so forth. يبقى كلمة and so on او and so forth او كلمة etc الكلمات دي معناها الى ايه الى اخره. طبعا كلمة and so forth and so on يعني والى اخره انها تقعد تروح هنا وتروح هنا والى
He was a good sportsman and an excellent musician into the bargain أو to boot معناها إن هو sportsman وميوزيشن مع بعض إن هو he has it emphasizes the combination of the items combination of the items يعني إن هو musician و sportsman adding words that begin or come in the middle of the clauses or sentences في عندي بعض الكلمات اللي بتيجي في منتصف الكلوز أو منتصف السنتنس sentences بيقول لك further to my letter of the 18th of September 1992 I am writing to الكلمة أو العبارة بتاعت further to كلمة further to my letter بالإضافة إلى خطابي further to my remark further to my work plan أو further to my message further to my Facebook post يبقى كلمة further to معناها بالإضافة إلى بقول بالإضافة إلى further to بيجي وراها دايما noun وبعد كده بقى مبدأ الجملة بتاعي بحرف جر اللي هو كلمة further to أو كلمة in addition to أو كلمة besides أو apart from أو alongside العبارات ده لو بدأت بيها الجملة بتاعتي لازم أجيب وراها noun وبعد النون أقوم حاطة كومة وبعدين أجيب جملة تانية مكملة للمعنى بالإضافة إلى خطابي يوم كذا I am writing to In addition to his PA in history, he has a PhD in sociology. يبقى in addition to بتساوي كلمة further to يعني بالإضافة إلى. وطبعا in addition to his BSA in history في هنا كومة بعد history he has a PhD in sociology. وخد بالك من استخدام النقط مع كلمة PhD. He is on the school board as well as being a local counselor. يبقى انا هنا عندي كلمة as well as معناها بالاضافة الى بتساوي كلمة in addition to بتساوي كلمة further to والكلمة in as well as ده بيجي وراها verb plus ing او noun زي كلمة in addition to و further to ديت عبارات بيجي وراها noun او verb plus ing لان الverb plus ing بيحل محل النون في الجملة besides or apart from having a salary besides or apart from having a salary بالاضافة لانه عنده مرتب he also has a private income عنده دخل خاص يبقى ناخد بالنا من الكومة هنا بين الجملتين وكلمة his having a salary ممكن نقول besides his salary he has also he also has a ماشي حاضر يبقى انا هنا عندي كلمة besides و apart from بيجي وراها يا اما noun يا اما يجي وراها verb plus a ing alongside her many other hobbies, she restores كلمة besides معناها بالإضافة إلى إنما كلمة besides معناها بجانب بتشير دايما لظرف مكان إنما كلمة besides اللي فيها الاس معناها بالإضافة إلى وأنا بستخدمها كأداة ربط بين جملتين أو كحرف جر ممكن أربط بيه ما بين جملتين بيجي دايما وراها يا إما verb plus ing يا إما noun وبعد ما بجيب المجرور بتاعها أقوم حاطة كومة وأجيب الجملة التانية besides her salary besides having a salary she has a private income طيب alongside her many other hobbies, she restores old racing cars Joe Evans was there along with a few other people who I didn't know along with a few along with يعني بالإضافة إلى a few other people ناس تانية أخرى قليلة who I didn't know اللي أنا معرفهمش يبقى كلمة along with و alongside و besides و apart from و in addition to و further to كلها عبارات بتشير إلى الإضافة in order to add information إن أنا بزود معلومات أخرى بالإضافة إلى كذا عنده كذا بيقول لك لاحظ بقى ان كلمة as well as well she's امال ايه as well as speaking French she speaks Japanese بالاضافة الى ان بالاضافة الى انها بتتحدث الفرنسية بتقدر برضو تتحدث الايه الياباني يبقى مش هتقول as well as وجيب وراها جملة كاملة بقى لا هجيب ورا as well as verb plus a verb plus ing ودي القاعدة الجرامر رول بتاعة استخدام كلمة as well as احنا طبعا بندي المعلومات دي للطلبة بتوعنا سواء كانوا الطلبة في ثانوية عامة او السنين اللي بعد كده text referring words بالنسبة للtext referring words دي جملة مهمة او عبارات
عبارات مهمة او استخدام الضمائر باستخدام صحيح. يعني انا هنا بعلمك في السلايد دي how to use pronouns correctly، ازاي تستخدم البرونونز الانجليش برونونز بشكل صحيح. طبعا كلنا عارفين ان احنا ما بنيجي نكتب اسي او نيجي نكتب باراجراف، والباراجراف ده هو عبارة عن الشكل المصغر للاسي، الفقرة هي الشكل المصغر للمقالة. انا بكتب المقالة على نفس الشكل ونفس النمط اللي انا بكتب فيه الباراجراف، بس غاية ما فيها ان انا في الاسي بفرد الافكار بتاعي. يعني انا عندي في الباراجراف بكتبه ازاي، بكتب توبيك سنتنس في الاول وبعدين بكتب سنتنس، يعني بكتب جملة اساسية في اول جملة خالص، هي الجملة الاساسية اللي بتقول لي الباراجراف ده بيتكلم عن ايه. انا هتكلم عن اسباب التلوث، يبقى اقول pollution is a problem that faces Egypt today and it has many reasons. طيب يبقى انا عرفت كده من الجملة الاولانية ان البلوشن ده مشكلة في مصر وفيها اسباب، يبقى على طول كده هستنتج ان بقية الباراجراف هيتكلم عن اسباب الايه البلوشن. طيب في النهاية خالص بعمل conclusion. conclusion يعني جملة خاتمة. الجملة الخاتمة دي بعيد بيها الكلام اللي انا قلته في الانترودكشن او اللي انا قلته في التوبيك سنتنس، ولكن بطريقة تانية. طب في بين الانترودكشن والكونكلوجن ايه بقى؟ بين الانترودكشن والكونكلوجن جمع سبيسيفيك سنتنسز او جمل اللي هي الريزونز بقى. هكتب كل ريزون في جمله. هكتب كل ريزون في ايه؟ في جمله. لو انا كتبت الريزون الاولاني في جمله وحبيت اشرحه يبقى هكتبه اشرحه في الجمله اللي بعدها، وبعد كده اخلص او مكتبه الريزون الثاني في جمله واشرحه في الجمله اللي بعدها. يبقى دي طريقه كتابه الايه الباراجراف. نفس الطريقه دي بكتبها وقلناها في الرايتنج استراتيجيز لما خدنا رايتنج تاسك 2 في الايلتس تيست، وقلنا ازاي نكتب الانترودكشن الباراجراف بتاع المقدمه، وازاي نكتب الباراجراف بتاع الخاتمه، وازاي نكتب البادي باراجرافز اللي هي عباره عن الافكار اللي احنا هنناقشها في في البادي باراجرافز، عباره عن الافكار اللي احنا قلناها في الانترودكشن. يعني لما بنيجي مثلا نتكلم على التلوث هنقول التلوث مشكله ولها اسباب كتيره، ومن ضمن الاسباب 1 2 3 4 5 6، يبقى دي الانترودكشن. نفس الكلام هنقوله تاني في الكونكلوجن ولكن باستخدام عبارات اخرى وباستخدام قواعد جرامر جديده. طيب بالنسبه بقى للبادي باراجرافز، انا ذكرت في الانترودكشن كام سبب؟ اربع اسباب. يبقى انا عندي 4 بادي باراجرافز، عندي اربع باراجرافات كل سبب هناقشه فيه باراجراف. هكتب السبب الاولاني توبيك سنتنس في كل باراجراف، يعني السبب الاولاني توبيك سنتنس في الباراجراف الاول من البادي، السبب الثاني في توبيك سنتنس في الباراجراف الثاني من البادي، السبب الثالث من الباراجراف الثالث، الباراجراف السبب الرابع في الباراجراف الرابع، وابدا بقى اشرح كل سبب في باراجراف مستقل. يبقى طريقه كتابه الباراجراف هي نفس طريقة كتابة الاسي، نفس البلان نفس الخطة ونفس الاستراكشر، ولكن مع التفصيل، وبناقش كل فكرة بشكل ان ديتيل يعني بالتفصيل اكتر منه في الاسي عن الباراجراف. طيب انا عشان اعمل الاسي بتاعي واكتب الباراجراف بتاعي ويبقى فيه كوهيرنس، يعني يبقى فيه تماسك ما بين الجمل وبعضها، ما اجيش كده اقرا الجملة احس ان انا كاني بقرا قائمه مشتريات، واحد اشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا. عشان اعمل الكوهيرنس بتاع الباراجراف واعمل الكوهيرنس بتاع الاسي لازم استخدم البروناونز استخدام صحيح. يبقى جزء من الاجزاء اللي بتخلي الباراجراف بتاعي او الاسي بتاعي قوي او متماسك او في ترابط بين الافكار، اللي بيقراه بيحس ان هو بيكتب قطعه مكتوبه، غير ان هو بقى فماسك مثلا قائمة مشتريات او عارف في شركة او ما شابه، بيحس بالترابط ما بين الافكار دي لو انا استخدمت البرونونز بتاعي استخدام صحيح. البرونونز بقى عبارة عن ايه الضمائر دي؟ قالك الضمائر دي عبارة عن ان انا مثلا بتكلم في اول جملة على البلوشن اللي هو التلوث. طب انا عايزه خلصت اتكلمت في بنيه اوش بلوشن 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 بلوشن، القارئ الريدر بتاع الباراجراف ده هيصدع مني. ليه؟ لانه كل شويه عمال يقرا بلوشن 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 بلوشن، ده ما بيخليش الباراجراف بتاعي متماسك. بالظبط زي ما قالت استاذه رانيا، بنشيل البلوشن ونقول عليه ات، او ممكن نشير له بكلمه ذا بروبلم، او ممكن نشير له بكلمه ذس اوف ذس ايشو. يبقى بجيب ضمير او بجيب اسم تاني يبقى سينونيم لكلمه بلوشن مفهوم من الباراجراف، وانا بكتبه لما يجي يقراه القارئ بتاع الباراجراف يفهم ان انا بتكلم عن البلوشن، بس انا ما عملتلوشي صداع بان انا كل شويه قعدت اذكر هذه الكلمه بطريقه ايه؟ بطريقه ممله او رتيبه.
بيقول لك we decide to look at the problem again and try to find a solution. What problem? We need to refer to some other sentence or to the context to find out. Problem and the solution help organize the argument of the text, but they don't tell us the topic of the text. They refer to something where else. عايز هنا بيقول لك بعض الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها لما تيجي تتكلم على البروبلم والسولوشن. مديك مثال هنا على التكست ريفيرنج ووردز باستخدام الموضوع بتاع البروبلم والسولوشن. يقول لك pollution is increasing, the problem is getting worse each day. يبقى انا فاهمه كده كلمه the problem دي عايده على ايه؟ عايده على البولوشن، بس ما عادش البولوشن تاني بقى، لا بستخدم كلمه the problem بدل. Should taxes be raised or lowered? This was the biggest issue in the election. يبقى انا هنا هجيب ايه بقى؟ Should taxes be raised or lowered ده الموضوع. يبقى انا عايز اقول هنا كلمه issue، كلمه issue، كلمه this، كلمه issue وكلمه this ده هنا عملوا لي الكوهيرنس في الجزئيه دي من الكتاب، خلت الكلام بتاعي كلام متماسك مع بعض وفي يعني تدفق كده للمعلومات المكتوبه بشكل سلس. Whether the war could have been avoided is a question that continues to interest historians. يبقى whether the war، الجزئيه دي كلها على بعضها عباره عن phrase. طب الفريز ديت is a question، is a question that، يبقى كلمه that ده يعتبر ضمير عايد على الايه، الجمله كلها اللي هي بتعتبر بالنسبه لي كلمه question بتعود عليها ايضا. Let's discuss crime، وبعدين قال لك it's always an interesting topic. يبقى it's هنا it اللي عايده على كلمه ايه، على كلمه crime. Punishment is only one aspect of crime. يبقى كلمه one هنا استخدمت الضمير one هنا علشان اعود بيه على كلمه punishment. One aspect of crime، يبقى دي تستخدم هنا الضماير، واستخدم استخدم this، واستخدم that، واستخدم it، واستخدم one عشان يعود على كلام ذكره قبل كده. واستخدم ايضا كلمات تانية زي كلمة issue، زي كلمة question، وزي كلمة topic، وزي كلمة aspect. الكلمات ده هي برضو كلمات بتعود على الكلمة اللي هو عمال ايه يتكلم عنها. يبقى انا كده بقدر اعمل الكلام بتاعي coherence، يعني تماسك. problem solution words، problem solution words. The text referring words are often associated with common patterns in text, such as the problem solution type of text. Note the words in bold connected to problems and solutions here and try to learn them as a family. هنا مديك بعض الكلمات اللي بتتكلم على البروبلم والسولوشن، وبيقول لك اتعلم هذه الكلمات as a family. بديك هنا عبارات، بيقول لك the situation in our cities with regard to traffic is going from bad to worse. يبقى is going from bad to worse يعني عمال يتغير من سيء من سيء لأسوأ. Congestion is a daily feature of urban life. كلمة is a daily feature of دي كلها عبارات أنا ممكن أستخدمها في الكتابة بتاعتي، أو ممكن أستخدمها في الـ speaking practice. The problem is now beginning to affect our national economy. برضو دي فريز أنا بستخدمها علشان أقدر أستعين بيها في الكتابة أو speaking. Unless a new approach is found to controlling the number of cars, we will never find a solution to the dilemma. هذه العبارات تصلح لإيه؟ تصلح للكلام عن أغلب solutions وأغلب الإيه؟ وأغلب problems. يبقى اغلب البروبلمز واغلب البولوشنز ممكن السولوشنز ممكن اتكلم عنها بالايه، بالاكسبريشنز اللي قدامنا في هذه السلايد. In this dialogue two politicians are arguing on the radio. Note how the words in bold refer to parts of the argument. في هنا argumentation ما بين two politicians، بعد اتنين من السياسيين بيتكلموا عن argumentation معين، وبيقول الانبوه لان انت هتقدر تستفيد بيها من الـ 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 من المحاضره النهارده في كتاباتك. نمبر ايه بيقول لك your claim that we are doing nothing to invest in industry is false. We invested 10 billion sterling last year. Pound sterling last year. You have ignored this fact. يبقى كلمه claim وكلمه nothing وكلمه fact، العبارات دي انا بستغلها في الكلام عن الـ نفس الموضوع اللي ممكن يجي لي كلام عنه بنفس الشكل ده. But the investment has all gone to serve industries
the real points is that we need to invest in manufacturing. يبقى انا برضو هستخدم كلمة the real point is that وكلمة but, وناخد بالنا من استخدام your claim that. Your claim that ادعائك باننا كذا كذا كذا, we are doing nothing to invest in money is false. يبقى your claim that, ونحط الكلام اللي جاي بعد ذات بين قوسين ونشيله ونحط بداله اي كلام تاني في اي situation تاني او في اي context تاني مختلف, ونحفظ your claim that كذا is false. وخد بالك ان بعد ذات جملة كاملة. We invested billion 100 pound sterling 100 billion pound sterling last year. You have ignored this fact. طبعا you have ignored this fact برضو expression جميل ممكن نحفظه. But the investment has all gone. Has all gone. الاستثمار بتاعنا كله راح to serve industries. The real point is that. برضو بنحفظ الاكسبريشن بتاع the real point is that we need to invest in. طبعا manufacturing هنشيلها ونحط بدلها المجال اللي احنا محتاجين نستثمر فيه. That argument is out of date. In a modern technological study, technological society. يبقى بقول لك that argument is out of date. برضو ده expression ممكن نستخدمه. Our position, موقفنا has always been that we should encourage technology. يبقى برضو expression تاني ممكن نستغله في الكلام عن الargumentation. يعني ايه الargumentation؟ واحد بيجادل عن موقفه او بيقول رأيه في واحد بيخالفه في الرأي. فدي عبارات احنا ممكن نستغلها في الخلاف في الرأي او الكلام عن الargumentation. طبعا الargumentation انتوا عارفين ان دوت جزء او جزئية مهمة جدا في writing task 2 بالنسبة للايلتس. But that view will not help to reduce unemployment. كلمة that view وجهة النظر دي will not help to reduce something. مثلا احنا نقلل البلوشن, نقلل over population, نقلل unemployment. Rubbish. Utter rubbish. طبعا كلمة rubbish و utter rubbish دي ما بنقولهاش لما بنيجي نتكلم speaking, يعني معنى الكلام ده nonsense, كلام ليس له معنى, يعني يعتبر rubbish. Here are some more words associated with problem solution contexts, texts. They are grouped in families associated with the keywords in bold. The prepositions which are normally used with these words are given in brackets. يعني بيقول لك ايه ال كلمة with regard to, كلمة with regard to كلمة دايما بتيجي في الargumentation لما بنيجي نتكلم عن الargumentation, ولما باجي استخدم كلمة regard دي لازم اجيب معها حروف الجر with و to. فالهدف من الجزئية دي ان هو يقول لك حروف الجر المستخدمة مع الكلمات. State كلمة بالنسبة للsituation لما تيجي تشرحه, ال problem, ال response, ال solution وال evaluation of the solution. كلمة evaluation of the solution هو تقييم الحل, بتيجي معاه كلمة assessment بتساوي كلمة assessment او judgment. solution بتساوي كلمة answer to, resolution to, key to, way out of. يبقى انا هنا عندي expressions بتساوي كلمة solutions, عندي expressions بتساوي كلمة evaluation, evaluation expressions اللي بتساويها في المعنى judgment و assessment. solution الانسر والresolution والkey والway out of, way للخروج من يعني. response اللي هي reaction to, attitude to, what's your attitude, what's your response, what's your reaction to something. problem معناها difficulty او crisis او matter, crisis يعني ازمة ومطر يعني امر. situation الموقف بقى عشان تشرح وتقول ايه. state of affairs, state of affairs or position. position كلمة position يعني situation او state of affairs. دي كلها عبارات انا بستخدمها للكلام عن solution و البروبلم في الارجمنتيشن. الجزئيه دي بقى جزئيه جميله جدا, واغلبنا لما بنيجي ندرس او لما بنيجي يعني لاحظتها كتير في كتاباتكم وفي السبيكنج تيست اللي يعني اكرمني القدر باني ابقى معاكم فيها والاحظ فيها اخطائكم, وجدت ان كثره الاخطاء بتاعتكم دايما في استخدام الكاونتبل والانكاونتبل ناونز. هناخد بقى دلوقتي 4 أو 5 سلايدز كده عن الكلمات الكاونتبل ايه, الكلمات الانكاونتبل ايه, الكلمات الانكاونتبل يا ترى بتلزم صيغه المفرد ولا بتلزم صيغه الجمع, وايه بقى من الكلمات اللي دايما يلزم صيغه المفرد وايه منها اللي دايما يلزم صيغه الجمع, وازاي احول الكلمه من انكاونتبل لكاونتبل, وايه هي نوعيه الكلمات الانكاونتبل في اللغه الانجليزيه. regarding هي with regard to. Uncountable nouns are not normally used with a or an or the plural. بما انها uncountable, كلمة count يعني يحد يعد, countable يعني معدود. طيب كلمة معدود دي معناها ان في منه واحد وفي منه 100,000 وفي منه 10 مليون.
الشيء ده غير معدود uncountable يبقى ما فيهوش 100 مليون ومنطقي ان ما يبقاش فيه منه واحد. شيء لا يعد، شيء لا يعد يعني ما فيش منه لا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا 100 ألف، يبقى لا يجي في البلورال ولا يجي في الايه في السنجولر. امال بعتبره ايه؟ بعتبره uncountable word يعني كلمة لا تعد. اغلب الكلمات التي لا تعد بتيجي على شكل الكوانتيتي الكمية، ما بيجيش على شكل الايه النمبر. ما ينفعش الاقي منها اعداد ولكن بجد منها كميات. واغلب الانكاونتبل ناونز كمان بتبقى ابستراكت ناونز، يعني كلمات معنوية او كلمات ما ينفعش اساسا تدرك بالحس وبالتالي ما ينفعش عدها. زي كلمة information معلومة، معلومات، كلمة information معلومات، كلمة information معلومات ما ينفعش اقول an information وما ينفعش اقول informations، يبقى لانها كلمة لا تعد اساسا بتلسم صيغتها كده. طب انا ما ينفعش اجيب كلمة ما فيش قدامها ايه او ان، قال لك الا الانكاونتبل ناون، ما تجيبش قدام الكلمة دي ايه او ان لانها انكاونتبل، حط قدامها كلمة سم، حط كلمة اني، حط كلمة الوت اوف، حط قبلها كلمة ليتل، حط كلمة اليتل، حط قبلها كلمة لوتس اوف، انما ما تجيبش قبلها ابدا لا ايه ولا ان. حط قبلها كلمة ذا، ذس، ذات، ماي، هيز، هير، اور، انما ما تقولش ابدا لا ايه ولا ان، ما تجيبش اي كلمة تدل على ان احنا ممكن نجمع الكلمة دي او ما نجمعهاش. Not an information or some informations. It's a good idea to learn uncountable nouns in groups. هنا جايب لك uncountable noun في الجروبس. فاكرين لما قلت لكم في محاضرة الكلمات افتحوا vocabulary notebook وابدأوا انتوا اكتبوا الكلمة الجديدة اللي قابلتكم وحطوا جنبها رسومات او حطوا جنبها تي وحطوها في table او حطوها في groups of words، حطوها في مجموعة كلمات مع بعضها، يعني زي ما انتم شايفين كده. لو احنا مثلا عندنا هنا visual learner، والمهندسين اغلبهم بيبقوا visuals، بيبقوا visual learners، بيبقوا متعلمين بالنظر، بيحبوا يعني بيبقوا دايما المعلومة بالنسبة لهم اسهل لو اتحطت لهم في جداول او اتحطت لهم في رسوم توضيحية بيلقطوها وبيحتفظوا بيها بالطريقة دي اكتر من انها تتعرض لهم على هيئة لستة كده وكل كلمة قدامها معناها بالعربي. فالفيجوال ليرنرز، واغلب الناس على فكره بيبقوا فيجوالز، يعني اغلب المتعلمين او اغلب الدارسين، اغلب البشر يعني بيحبوا وبيفضلوا انهم يبصوا للصوره او يبصوا للجدول او يبصوا للخريطه لما يجوا يدرسوا. هتلاحظوا في السلايدز اللي انا جايب مثلا الاماكن في العالم على خريطه، استحاله اللي هيبص على اللي هيجيب لك الاماكن في العالم على خريطه هتبقى بالنسبه لك اسهل في النظر اليها واسهل في ان انت تفتكرها عن ان انا اجيب لك صفحه فاضيه كده واكتب لك فيها لسته على اليمين او على الشمال الكلمه بالانجليزي وعلى اليمين ترجمتها بالعربي. على اليمين وعلى الشمال دي عايزه ذاكره قويه جدا جدا، وعايزه واحد فاضي كل يوم والتاني عايز يفتح الورقه دي يراجعها ويراجعها باستمرار علشان يقدر يقول انها حفظتها ولزقت في دماغي وهقدر استخدم هذه الكلمات. انما طريقه عرض المعلومه باستخدام الصور بتركز الكلمه في الذاكره. كلمه لاجج وكلمه باجج، كلمه لاجج وباجج، باجج امريكان انجلش، يبقى هنا برضو الكتابه هنا يعني ما هتقولها لاجج بريتش في بريطانيا ولكن هتقولها في اليو اس اي باجج. طب لو قلتها في يو اس اي باجج عادي، في بريتن باجج هتتفهم عادي، بس مش هتبقى الكومن وورد اللي انت دايما تلاقيها مسموعة، هتلاقي كلمة لاجج مسموعة اكتر. لاجج وباجج كلمة لا تعد، ما ينفعش بالنسبة للترافل. انا جايب لك كل الكلمات اللي لها علاقة بالترافل. انفورميشن، كلمة اكويبمنت، اكويبمنت يعني المعدات، وعلى فكرة اكويبمنت دي مهمة جدا ما بتتعدش. ماني او كرنسي ما بتتعدش. اكوموديشن، اكوموديشن اللي هو المأوى، بيشمل بقى حاجات كتير تحته كلمة لاجج او باجج اللي هي الـ الامتعة. ترافل نفسها، كلمة ترافل نفسها كلمة uncountable. ترافل broadens the mind، السفر بيوسع من الذهن او بيوسع الادراك. day to day household items الأومو. washing up liquid، polish اللي هو التلميع. البيبر الورق، البيبر uncountable noun وما ينفعش ايه وما ينفعش اقول ايه بيبر وبيبرز، لان خد بالك في بعض كلمات uncountable بتتحول معناها او بيتغير تماما معناها لو احنا حطينا فيها اس او جبنا قبلها ايه او ان اللي بيشيروا لانها بقت countable. يعني الاس بيبرز الكلمه دي خلاص حولناها بقت countable. الكلمات بيتغير معناها بقى لما تتحول من uncountable لcountable، معناها بيتغير.
الفود بالنسبه للفود الشجر والايس والسباكيتي والبتر والفلاور والصوب، الصوب اللي هي الشوربه، انما تانية صوب اللي هي الصابونه دي uncountable نم. وبالتالي لما اجي احط قبلها احط قبلها some وإني و a lot of و little و a little، انما ما احطش لا ايه ولا ان ولا احط many ولا احط few قبل الكلمات اللي هي ال uncountable. some abstract nouns are uncountable. مثال على الابستراكت ناونز دي كلمة ادفايس النصيحة، كلمة نولج المعرفة، بروجرس التقدم، ريسيرش اللي هو البحث، وفي عندنا كمان ورك، كلمة ورك دي كلمة ما بت ايه ما بت مثلا باوند از ذا كرنسي اوف ايجيبت، ذا باوند از ذا كرنسي اوف ايجيبت، الجنيه هو العملة المصرية، يورو از ذا كرنسي ان ان يوروب، يورو is the currency in Europe. يبقى بالنسبة للابستراكت نونز اللي هي قلنا عليها اللي هي الورك والريسيرش والبروجرس والنولج والايه والادفايس، وخد بالك من كلمة ادفايس هنا ما ينفعش ان انت تجيب قلت له بعض النصائح ما تقولش ما تقولوش ادفايسز ما تجمعهاش، لا كلمة ادفايس بالسي اي نون ولا يجمع، والادفايس بالاس اي ينصح. I advised him to go early. I advised him to study. يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي. طيب بالنسبة للماتيريالز بيقولك for making clothes، طبعا كلمة clothes ده هي كلمة جمع دائما بتلزم صيغة الجمع، clothes are clothes have. إيه لو احنا قلنا cloth يبقى القماش كماتيريال يبقى cloth is، دايما الكلمة التي لا تجمع اللي هي uncountable دايما بيجي معها singular form of verb، بيجي شكل الفعل فيها مفرد، cloth is، cotton is، silk is، leather is، wool is. بالنسبة للbuildings stone. بالنسبه للماتيريال بقى، الماتيريال اللي هي الماده اللي بتستخدم في الاكل، الماده اللي بتستخدم في البناء، الماده اللي بتستخدم في عمل الملابس. طبعا في البناء الستون والبريك والبلاستيك والوود والتيمبر والكونكريت، كل دي مواد تعتبر دايما الماتيريالز اللي هي المواد الخام بتبقى uncountable. الكول الفحم، الاويل، البترول، بترول البنزين، جاز اللي هو الغاز، دي كلمات تعتبر كلمات ايه لا تعد. طيب typical mistakes بقى، بيقول لك typical mistakes دي typical mistakes يعني اخطاء دايما كل اللي بيتعلموا اللغه الانجليزيه بيقعوا فيه، ان انت تقول what a terrible weather، ما ينفعش تقول what a terrible weather، what terrible weather، لان كلمه weather الطقس كلمه لا تعد. she has long hairs، لا she has long hair. I have news for you، ما تقولش a news for you، ما ينفعش تقول news يعني اخبار، يبقى news اخبار. I have news for you. I have some good news for you. I have some bad news for you. Some new furniture. Furniture مش furnitures. ليه؟ لأن furniture و weather و hair و news uncountable noun. No s in at the end of these nouns. ما ينفعش نحط s في نهايتها because we don't have the plural of these nouns. I have some news for you. Some furniture. طيب كلمة بقى قالك تحط ايه هنا بقى؟ قالك write some or a lot of before it. مفيش ايوه هقول لك اهو، استنى دقيقه واحده يا استاذ فيصل، هقول لك البيبلز بقى. طيب دي ووردز بقى، سيب البيبل دي علشان البيبل دي لها شغل شويه لوحدها، لان انت لو قلت بيبل يعني الناس يبقى الجمع من الجمع من بيرسون بيبل، الجمع من بيرسون بيبل، يبقى تقول بيبل ار، يبقى ده مش ده ده اسم جمع عادي، بس جمع شاذ، جمع شاذ ما بتحطلوش اس، يعني بتجيب بيرسون وتقول بيرسونز، لا بتقول بيرسون بيبل. طيب لو انا بقى عايز اقول شعب، ذا ايجيبشن بيبل، الشعب المصري، يبقى بيبل هنا شعب. طب عايز اقول بيبلز اوف ذا وورلد، شعوب العالم، يبقى احط الاس هنا في بيبل عادي خالص، على الرغم انها في سياق تاني بتيجي اسم جمع، ما ينفعش احط له اس لانه هو جمع شاذ، الا ان انا بجيب ومفرد في سياق اخر بمعنى شعب واقوم حاطه له اس الجمع عادي ويبقى معناه شعوب. يبقى ده هناخد لها سلايد مختلفه شويه، بس بعد ما ناخد السلايد دي. السلايد دي عباره عن ووردز ذات اونلي اوكي in the plural، the plural، plural يعني ايه؟ دايما بتيجي في الجمع ما بتجيش فين؟ ما بتجيش في المفرد، وما ينفعش اجيب منها مفرد. ليه؟ لانها موجوده على هيئه جزئين متشابهين تماما، اللي هي تو، اللي هي موجوده في بير، في بير يعني موجوده في جزئيتين. الكلام ده هتحمله عادي مفيش مشاكل من عند الفيسبوك جروب اللي نزل لك اللينك بتاعها استاذ مجدي، هرفع لك انا بقى ان شاء الله على الفيسبوك جروب ده اهي الباوربوينت برزنتيشن بتاع المحاضره دي واللي فاتت، لان انا ما رفعتش اللي فاتت، هرفع دي واللي فاتت على باوربوينت برزنتيشن ان شاء الله.
لان دي صور، لان لما جيت ارفعها المره اللي فاتت باور الموقع منها صور، فكان تقيل في التحميل، فانا قمت رفعها صور منفصله علشان اقدر باذن الله. مفيش اي مشاكل، المحاضرات كلها هتلاقيها موجوده برضو على الفيسبوك جروب، هتلاقي تسجيل صوتي لها، وهتجد الباوربوينت برزنتيشن اللي انت شايفها على الشير قدامك لكل محاضره، وهتجد ايضا بقيه الماتيريال اللي هي بقى الماتيريال الاساسيه اللي احنا على اساسها بندي المحاضرات دي علشان انتوا تقعدوا بقى تذاكروها. يعني انت تقعد تذاكر لوحدك الباراجراف او الاي سي رايتنج، هتمسك السامبلز المحلوله وتراجع. انا بديك بعض الهنتات في الجرامر بحيث انك لما تيجي تمسك الكتابات المكتوبه او الايسز المكتوبه بالنسبه لك كسامبلز للاجابه تقدر تفهمها وتقدر تستفيد منها وتقدر تخرج منها بمعلومه تزود من الاكيورسي والفلوينسي بتاعك. يعني مثلا هنحفظ كلمات وهنحفظ بعض الاكسبريشنز في الجرامر، على اي اساس هتحفظ وانت مش عارف وانت مش دارس؟ طبعا منزله لكم كمان كتب في الجرامر ممكن تستعينوا بيها في دراسه الجرامر لو انتوا عايزين تتفرعوا بقى. يعني انا هنا بدي معلومات عامه بفتح لكم بيها المواضيع، انت كده بقى عندك بيزمنت، او بقى عندك ايه، بقى عندك بيسك انفورميشن اباوت كاونتبل ان كاونتبل، عن تايم كونجنكشنز، عن الكونجنكشنز اوف ريزلت ريزون اند ذا لايك. يبقى انت كده بقى عندك معلومات، انت عندك كده معلومات اساسيه في الموضوعات اللي هي الايه المهمه بالنسبه للادفانسد ليرنر اوف انجلش، المفروض تبقى عنده معلومات فيها. انا بفتح لك المواضيع، بديك الاساسيات، حضرتك بقى بتفتح الجرامر ريفرنس وتبدا تذاكر منه، هتجده سهل باذن الله ومش هتجد اي صعوبه في دراسته، بالعكس انت هتجد الانجليزي بعد كده شيق جدا ومتعه. يعني لان اللي بيدرس الانجليزي بعد ما بيخلص وهو حابب ان هو يكمل او ان هو يعني محتاج له في عمله، ان شاء الله هيجد دفعيه كبيره جدا لدراسته، خصوصا الكتب بتبقى معموله بطريقه سهله في المذاكره. يعني مثلا سيزرز، هنا كلمه ما ينفعش اقول سيزرز از، لا سيزرز ار، لما اجيب ضمير عايد عليها اقول زي، دايما دايما الكلمه دي بلورال، ما ينفعش اجيبها ايه، ما ينفعش اجيبها، لان انتوا زي ما انتوا عارفين في اللغه الانجليزيه البلورال بيبدا من اول رقم 2، فانت هنا عندك السيزر عباره عن البليد ده والبليد ده، يبقى تو بليدز، يبقى على طول الكلمه دي هتثبت على ايه، على البلورال. الباينوكيولرز اللي هي المكبره، النظاره المكبره، البلايرز، البنسرز، التويزرز، التونجز، الجلاسز، السبيكتكلز، الشيرز، الهاند كافز اللي هي الكلبشات، السكيلز اللي هو الميزان، الميزان طبعا بيبقى على هيئه ايه، على هيئه كفتين، كفتي الميزان. يعني كلمة كلوز تلزم الجمع دايما واقول كلوز ار، كلمة شورتس، كلمة بيجامز، البيجامز اللي هي البيجامة كاملة، الجينز، النيكرز والانتر بانتس والتايتس والجوبرز والليجينجز اللي هو الليد الليجي الليجي اللي احنا بنقول عليه ده، وفي عندنا الترانكس والتراوزرز والبريسز اللي هي الحمالات بتاعه البنطلون، فدي كلها بتبقى على هيئه ايه، بتبقى موجوده على هيئه توب، يعني ابير ابيروف. طب انا عايزه بقى ايه، عندي الابيروف. طيب نرجع للسلايد التاني دي اللي هي فيها البيردول، انت عايز تقول انا عندي نظاره مثلا، I have a pair of glasses. عندي نظارة واحدة. I have a pair of glasses يعني نظارة. I have two pairs of pajamas. Two pairs of pajamas يعني بجامتين اتنين. يبقى كلمة a pair of دايما بجيبها قبل كلمة ايه؟ There is a pair of scissors here on my desk or on my table. يبقى كلمة a pair of دايما بستخدمها في الكلام عن الكلمات اللي هي ال uncountable ده اللي دايما بتلزم صيغة الجمع، بس مش هقول a pair of مع كل الكلمات اللي هي فيها. يعني مثلا كلمة clothes، clothes اللي هي الملابس، مش هينفع اقول a pair of clothes. ليه بقى؟ لان الابير اوف اللي هي الجزئيات اللي فيها على هيئه النضاره عباره عن عينتين، التويزرز عباره عن ناحيتين، البلايرز برضه ناحيتين، الهاند كافز عباره عن ناحيتين، يبقى الحاجات اللي بالجينز والبانس والتراوزرز والشورتس والليجنز والحاجات ده هي عباره عن فردتين اتنين، يبقى اقول ابير اوف، يبقى الحاجه اللي بتبقى بفردتين او بجزئين مشابهين تماما لبعض نقول a pair of scales يعني ميزان، two pairs of scales يعني
ميزانين اتنين، يعني عندي جهازين اتنين، تو بيرز اوف بنسرز، يعني بنسرز وبنسرز، شو بنسرز واحده وسوكس بالظبط وشوز، اللي هي الحاجات اللي تبقى على هيئه الفردتين اللي شبه بعض تمام. انما الانكاونتبل ناون عموما لما اجي احط قدامه ما بحطش قدامه كلمه ابير اوف، امال بحط قدامه ايه؟ كلمه سام وكلمه اني وكلمه الوت اوف وكلمه ايه؟ ليتل وكلمه اليتل، ديت الانكاونتبل ناون. طب الكلمات اللي تتجمع بقى احط ايه؟ واحط ان واحط رقم واحط ذا واحط سام واحط اني واحط الوت اوف واحط ميني واحط فيو. يبقى الوت اوف بتيجي مع اللي بيتعدوا واللي ما بيتعدش. انت واثق انت مش واثق وانت بتتكلم في الـ في الـ في الايلتس تيست مثلا، اضطريت تستخدم كلمه وانت بتتكلم كده جيت في بالك يا ترى الكلمه دي كاونتبل ولا انكاونتبل، ما انتش عارف. حط قدامها الوت اوف، حط قدامها صم، حط قدامها صم او الوت اوف. الوت اوف كتير كثير منه كلمه صم يعني بعض. لو انت مش عارف هي كاونتبل ولا انكاونتبل ما تدخلش نفسك في متاهه، حط صم لو انت عايز تقولها يعني بكميه قليله، وحط الوت اوف لو انت عايز تقول انها كميه كبيره. When I move to London, I'll have to find lodgings. السلايد دي عفوا سابقة سلايد. في هنا بقى عبارات او كلمات السلايد دي بتقولها لنا، كلمات دي عباره عن كلمه دايما جمع، ما ينفعش اجيب منها مفرد. زي كلمه سيزرز كده، هل تنفع تجيب منها مفرد؟ لا ما ينفعش. زي كلمه كلوز اللي هي الملابس، هل ينفع تجيب منها مفرد؟ لا ما ينفعش. في كلام بقى زيها زي كلمه لودجينز اللي هي المأوى او السكن او الروم، كلمه جودز يعني البضائع، فاونديشنز الاساسيات، بريمسز اللي هي المباني، اوثوريتيز السلطات، في عندك الكونتنتس اللي هي المحتويات، لوكس اللي هو المظهر، ترافيك لايتس اللي هي البتاع اشاره المرور، ستيرز اللي هي السلالم، في عندك كمان اللي هي الوير اباوتس اللي هي الاماكن اللي هي الاماكن او كلمه وير اباوتس يعني اماكن. يبقى انا عندي الكلمات ده هي كلمات دايما بتلزم صيغه الجمع، ما ينفعش اجيب منها مفرد. When will he when will the goods be delivered? The goods هنا يعني articles أو items. كلمة lodgings when I moved to London I would have to find the lodgings اللي هي a room. The architect inspected the foundations before declaring that the premises were safe. The military authorities have established their headquarters. Headquarters بمعنى مركز رئيسي أو مراكز رئيسية. كلمة مركز رئيسي أو مراكز رئيسية. In all the town hall. Acoustics اللي هي الصوتيات. Contents of the house was sold, were sold after her death. يبقى contents هنا جمع. Looks are less important than personality in a partner. Looks are less important than personality in a partner. يبقى ديت عبارات كلها بتدل على او كلمات جمع دائما ما ينفعش اجيب منها، بتبقى دايما تاتي على صيغه الجمع، حتى لو دورت عليها في القاموس وهي في صيغه الجمع بتجد لها معنى، ما بيجيبلكش القاموس المفرد منها، لا بيجيب لك القاموس معنى هذه الكلمه. يبقى الكلمه دي دايما بتلزم صيغه الايه؟ الجمع. وخد بالكم من كلمه هيد كوارترز بتبقى جمع، انما كلمه equipment يعني معدات بتبقى دائما مفرد. طيب في عندنا بعض الكلمات برضو في اسامي بعض الكلمات برضو بتبقى دايما في صيغه الجمع، زي كلمه names of some games زي البلياردز، الدومينوز، الدروتس، الدارتس، باولز. عندك اسامي بعض المواد الدراسيه زي او بعض العلوم زي الفيزيكس، الايكونومكس، الكلاسيكس، كلاسيكيات او الجيمناستكس، الايروبكس، الاثليتكس، الماس. كل ديت عباره عن كلمات دايما بتيجي في صيغه الجمع، فيزيكس، ايكونومكس، جيمناستكس، ماس، اثليتكس. Note that some words look plural but they aren't. زي سيريس، means, news, spaghetti. كلمة سيريس وكلمة means، كلمة سيريس يعني مسلسل. كلمة means يعني وسيلة. وكلمة news يعني أخبار، وكلمة سباكيتي طبعا كلنا عارفين اللي هي المكرونة السباكيتي. كلمة means اللي هي وسيلة ده هي تقول a means يعني وسيلة، وكلمة means يعني وسائل. There was
سيريز اوف بروجرامز اون تي في اباوت جابان، يبقى بيوجد سلسله من البرامج عن اليابان في التلفزيون. الزيرة تشيب مينز ا، تشيب مينز اوف ترانسبورت، يبقى مينز هنا مفرد وبتيجي معاها كلمه ايه، كلمه ا. كلمه مينز بتيجي جمع برضو بيبقى معناها وسائل، لو جبتها بقى جمع هتقول ار زير تشيب مينز اوف ترانسبورت اي كود يوز تو جيت زير، يبقى هتشيل ا اللي بتشير للمفرد وهتشيل از اللي بتشير للمفرد وهتقول ار زير تشيب مينز اوف ترانسبورت اي كود يوز تو جيت زير. يبقى السلايد دي فيها عباره عن ايه، مجمعه الكلمات اللي بتيجي فيها اس الجمع، وهذه الكلمات بتلزم دائما صيغه الجمع زي السلايد اللي فاتت، بس السلايد اللي فاتت كانت كلمات بتلزم صيغه الجمع وهي على شكل تو بير ابيروف، انما دي عباره عن كلمات بتيجي صيغه الجمع ولها معنى في الجمع بتاعها وبيجي طبعا معاها الفيرب في صيغه الجمع. قال لك بعض اسامي الالعاب الرياضيه وبعض الكلمات الخاصه بالسبجكتس او الاكتيفيتيز بتيجي في صيغه الايه، في صيغه الجمع، ولكن بتيجي في صيغه الجمع زي كلمه فيزيكس ونقول فيزيكس از، ماس از، كلمه سيرس وكلمه مينز بتيجي مفرد وجمع بنفس الشكل اللي هي فيه ده، ولكن مع المفرد هنحط ايه ومع الجمع مش هنجيب ايه، مش هنجيب ايه. عايزين هنا بقى نقول ايه، الكاونتبل والانكاونتبل ناون وذ ديفرنت مينينجز. قال لك بعض الكلمات في الصوره زي ما انت شايف كده بيقول لك ستاف ماتيريالز وفي هنا ثينجز، يعني ستاف ماتيريال وثينجز. بعض الكلمات زي ما سالت الاستاذه عن كلمه بيبول او استاذ فيصل كان سالنا على كلمه بيبول، قلت لك ان كلمه بيبول ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع، ممكن تيجي تعد وممكن تيجي لا تعد، بتفرق في ايه بقى، بتفرق في المعنى بتاعها. هنا قال لك لو انا هجيب الماتيريال الماده او الماده الخام يبقى هتبقى uncountable، طب لو انا مش هشير للماده الخام وهشير الى شيء يبقى هتبقى countable، زي كلمه جلاس اللي هو الزجاج كماده خام، لو انا هقول اجلاس او جلاسز يبقى على طول تحولت الى ايه، الى كوب، يبقى تحولت كلمه جلاس من ماده، من ماده خام بمعنى الزجاج الى كلمه اجلاس يعني كوب. كلاس القماش، ولكن حتة القماشة اللي احنا بنمسح بيها التيبل او بنمسح بيها الارض اسمها اكلوس. فيش نوع السمك عموما الماتيريال المادة اللي بناكلها. افيش اللي هي سمكة واحدة. طب لو قلت فيشز يبقى مجموعة اسماك مختلفة الانواع. ورك يعني العمل عموما. ورك يعني العمل عموما. طيب لو احنا عايزين نقول ان شكسبير كتب كتب او عمل معين يبقى ورك او ويركس اوف شكسبير، يعني الاعمال الادبيه، يبقى العمل الادبي ورك او وركس، الاعمال الادبيه وركس، انما اي جو تو ورك، اي كم هوم فروم ورك، اي لاف ماي ورك، يبقى كلمه ورك العمل عموما. اي دونت لايك فيش، انا لا احب السمك، يبقى لا احب السمك عموما. وات از ذا كلوث، وات از ذات كلوس يعني القماشه، نقول مثلا كلوس از فيري اكسبنسيف ناو دايز، جلاس مثلا از يوزد تو ميك، از يوزد باي يوزنج ساند، از ميد باي يوزنج ساند او از ميد اوف ساند، يبقى الجلاس مصنوع من الساند من الرمل، انما لما هتكلم على الجلاس ككوب يبقى اقول اي هاف 1 جلاس 2 جلاسز 3 جلاسز where is the cloth by which we reach there is a fish in this river I can see a fish in this river Shakespeare wrote many great works. هنا طبعا جايب لك الكلمات هنا في جمل. I need a cloth to wipe the table. Hamlet is one of Shakespeare's most famous works. We had fish for dinner. يبقى we had fish for dinner يعني عندنا نوع من الاكل اسمه فيش. لو هو نوع من الاكل عموما يبقى فش دي كلمه لا تعد. شوف جت كده كده ما شاء الله جايه، لا قبلها لا ولا ايه ولا زن ولا زا ولا اي كلمه، وانما جت لوحدها كده. وي هاد فش فور دينر، يبقى لما اتكلم على الماتيريال هتبقى انكاونتبل، تنطبق عليها شروط الانكاونتبل. طب النون لو هجيبها كشيء بيشار يبقى هستخدم كلمه كلمه يعني نوع معين من المشروبات. Could you give me a drink؟ ممكن تجيب لي a drink يعني any kind of drink. any kind of drink يعني اي نوع من انواع المشروبات، يبقى كلمه a drink و drink. drink لو المشروب لو بتكلم عن المشروبات عموما، و a drink يعني نوع معين منها. hair الشعر، اهير يعني شعر. I found a hair in my tea.
يعني وجدت شعره في الايه في الشاي بتاعي. بيبر يعني الورق عموما، انما كلمه ابيبر يعني مش معناها بقى ورقه، ولكن بيبقى معناها ورقه بحثيه اللي هي ريسيرش بيبر. لاند يعني الارض عموما، الارض اللي بنمشي عندها، باي لاند، وي ترافل باي لاند يعني بنسافر برا، الاند يعني قطعه ارض، بيبل يعني الناس، ابيبل شعب، هوم يعني الوطن، اهوم يعني المنزل، بوليسي سياسه، ابوليسي يعني دي سياسه خاصه بحد يعني، تريد يعني التجاره، واتريد يعني تجاره. ما بيختلفش المعنى ولكن بيختلف الغرض من استخدام الكلمه، بيختلفش المعنى. يعني كلمه هير وهير ودرينك وبيبر ولاند وتريد وبوليسي وهوم وبيبل، كل دي كلمات المعنى ما اختلفش فيه، زي كلمه ورك برضو وكلمه فيش وكلمه كلاس وكلمه جلاس، المعنى ما بيبعدش كتير لما بتبقى كلمه انكاونتبل وتتحول لكاونتبل، ولكن استخدام الكلمه بيبقى مع الانكاونتبل ناون بشكل عام ومع الكاونتبل ناون بشكل ايه بشكل خاص، ما بيبقاش استخدام بشكل عام. اتكلم عن الشعر عموما هير، عن المشروبات عموما درينك، عن الناس عموما بيبل، عن شعب معين منهم يبقى ابيبل، بتكلم عن الوطن يبقى هوم، بتكلم على منزل يبقى اهوم، اتس ماي هوم، انه منزلي. يبقى في فرق ما بين الهوم الوطن وما بين اهوم اللي هو الايه المنزل. طبعا هنا جايب لك الـ الامثله اللي هو drink was the cause of all his problems اللي هو الكحول. There is a hair in my sandwich. A hair in my sandwich. Did you buy a paper? A paper يعني newspaper. Individual people. Peoples هنا معناها races or national groups يعني الشعوب. Her grandmother lives in a home. I have lost my car insurance policy اللي هي الدوكيومنت. انما trade with China has increased، يبقى هنا trade يعني التجارة. طبعا في هنا كلمات بقى احنا بنجدها يعني مختلفة، زي مثلا بقول لك do you like tea do you like coffee، طبعا دي material، بما انها material بتبقى uncountable noun، لما باجي استخدمها اقول لك I want a coffee I want two teas يعني two cups of coffee او two cups of tea two cups of tea يعني فنجانين من الشاي. potato لو البوتيتو دي كده material بنعتبرها حاجة material. insurance اللي هو التأمين. بوتيتوز لو انا مثلا عندي 1 بوتيتو 2 بوتيتوز و 3 بوتيتوز اللي هي الثمره. would you like some chocolate اللي هو الماتيريال بتاع الشوكولاته عموما. would you like a chocolate يعني a part of chocolate. salt and pepper ملح وفلفل. a pepper يعني فلفلايه. onion اللي هو نوع البصل عموما، لو بتكلم عن البصل كنوع من انواع الاكل، انما an onion لو قدامي بصله ماسكاها في ايدي. في عندنا الكولكتيف ناونز بقى، يعني ايه كولكتيف ناونز؟ زي ما انت شايف هو راسم لك بيبول كده متجمعين مع بعض في مكان، ودول متجمعين مع بعض في مكان، ودول متجمعين مع بعض في مكان. لو بصيت للناون ده او للجماعه دي كمجموعه يبقى هتتكلم عنها وتقول مفرد. لو هتبص للمجموعه اللي قدامك دي على انها 1 2 3 4 يعني اربع افراد، يبقى هتتكلم عنهم على انهم ايه؟ على انهم افراد. يبقى الكولكتيف ناون كلمه ينفع تجيبها مفرد وينفع تجيبها جمع. هي نفس الكلمة لو استخدمتها مفرد يبقى بتشير إلى التجمع عموما، لو استخدمها جمع يبقى بتشير إلى مجموعة الأفراد اللي بيكونوا التجمع ده. A crowd of people طبعا جايب لك هنا a group of people مجموعة من الناس. A crowd of people a large number. A gang of people أو football fans كلمة دي rather negative يعني كلمة سلبية إلى حد ما يعني عصابة. كلمة gang هنا بمعنى عصابة. كلمة crowd of people يعني تجمع كبير من الناس. يبقى دي الكولكتيف ناونز اللي هي زي كلمه كلاس زي كلمه جوفرنمنت زي كلمه كلب زي كلمه اي كلم زي الكلمات اللي هي سكول. الكلمه اللي هي مجموعه افراد بتكون سكول او السكول كهيئه، يبقى سكول از او سكول ار. يبقى لو بقول سكول ار مدرسه يبقى نفسها. في هنا بقى بيقول لك الوردز which are associated with certain animals. بعض الانيمالز بتاخد يعني مثلا عايز اقول قطيع من مجموعه من ده، بحفظ بقى انا الايه الاكسبريشنز اللي دايما تيجي مع الانيمالز دي، زي افلوك اوف شيب افلوك اوف بيردز افلوك اوف جيز
a flock of bygones, a herd of, of cows, a herd of deer, a herd of goats, a whole a shoal of fish. وفي a backhoe can be used with dogs or hyenas, wolves, and for playing cards. يبقى دي عبارة عن مجموعة من الايه، مجموعة من الكلمات اللي انا دايما بستخدمها لما باجي اتكلم مع الانيمالز. طيب people who are involved in an activity or who are involved in a job، الناس بقى اللي بتشتغل جوه مكان، مجموعة الناس دول بتكلم عنهم اقول عليهم ايه؟ قال لك the crew، الكرو اللي هم workers on a ship، اللي هم الناس اللي بيشتغلوا على السفينة اسمهم the crew، اللي هم طاقم السفينة. the company اللي هم of the company are rehearsing a new production. the company هنا مجموعة of actors. the cast اللي هي المجموعة اللي هي actors in a particular production، الكاست اللي هم فريق العمل او فريق الممثلين في particular production، يعني في موضوع، في فيلم مثلا او شيء منتج فني، يعني عمل فني جديد. the staff are on strike، جماعة مضربين. كلمة staff هنا كلمة بتترك، كلمة general word for groups who share a place of work، teachers in school or people in office. يبقى كلمة the staff اللي هي staff، اللي staff اللي هم مجموعة الناس اللي موجودين في العمل عموما، انما crew مجموعة الناس اللي بيشتغلوا على السفينة. الكمباني اللي بالاكتورز والكاست اللي بيشتغلوا في فريق معين او في عمل فني معين. هنا بقى جايب لك صورة رسم لك فيها مجموعة اشجار ومجموعة تلال ومجموعة اكواخ، وبيقول لك ازاي تعبر عن، ازاي تقول مجموعة تلال، مجموعة من التلال، او مجموعة من كلمة staff باليو يعني الحشو، بالtrees والcottages بالظبط. things in the picture we can see a row of cottages. row of cottages يعني صف من الايه، من الاكواخ. near a clump of trees، جنب مجموعة من الاشجار. with a range of hills، range of hills يعني سلسلة من التلال. in the background، في الخلفية. out on the lake there is a small group of islands، وفي الليك there are small groups of islands. يبقى group of islands, range of hills, row of cottages and clump of trees. دي لو هنيجي نتكلم على الكولوكيشن، يعني ايه الكولوكيشن؟ يعني الكلمة باللغة الانجليزية زي اصوات، زي الجزئية اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي القطيع من الحيوانات او مجموعة الحيوانات بنشير اليها بمجموعة الفاظ، لازم كل لفظ او كل حيوان من الحيوانات بناخد له اللفظ اللي بيجي معاه. طب لو انا عندي كومة مثلا، كومة عايز اقول كومة من كذا، او عايز اقول مثلا باقة من الوردة او ما الى ذلك. a pile or a heap of كومة من papers or clothes or dishes or toys، كومة من الكومة من الملابس او كومة من الاطباق. a bunch of flowers, grapes, bananas, berries. a stack of chairs or tables or boxes. a set of tools, a set of pots, a set of pans. set of يعني مجموعة من او طقم من. making uncountable words countable، ازاي بقى تخلي الكلمة اللي ما بتتعدش كلمة بتتعد؟ عشان تخلي الكلمة اللي ما بتتعدش بتتعد، يعني عايز تعد بقى، انت عندك نصيحة فعايز تجيب نصيحتين وثلاثة واربعة، عندك خبر عايز تجيب اتنين وثلاثة واربعة، عندك معلومة فعايز ثلاثة واربعة وخمسة، عندك قطعة من الاساس عايز تقول ثلاث قطع واربعة وخمسة، هتقول ايه بقى؟ to add كلمة a bit of or a piece of قبل كلمة ايه؟ قبل الكلمة اللي ما بتتعدش، بتضيفها الكلمة بتتعد. كلمة a bit of or a piece of تنفع تشيل قال قبل bit two bits of، انما ينفعش تقول advices، تقول a bit of advice, one bit of advice, three bits of advice، انما كلمة advice تقول عليها some advice او a lot of advice. you can make such nouns plural with bits of or pieces of، ممكن تقول bits of or pieces of. قال لك bit is less formal than piece، bit is less formal than piece، اقل is less formal than piece، يعني a piece of بتبقى formal English وكلمة bit of informal English. she bought an attractive old piece of furniture. old piece of furniture يعني قطعة من الاساس. how many pieces of luggage have you got with you، يا ترى عندك قد ايه من الامتعة. I heard a really useful bit of information. bit of information يعني معلومة. Chopin wrote wonderful pieces of music. pieces of music بدل ما اقول ايه، wrote a lot of musics، ما اقولش a lot of musics، لو اقول wonderful
pieces of music. Before you go to England, I gave you two bits of advice. يبقى two bits of advice. New bits of computer equipment. كلمة equipment ما بتتجمعش. Uncountable noun. عايز اجمعها هقول new bits of computer equipment. Although bit and piece can be used with the majority of uncountable nouns, there are also a number of other words which can be used with specific uncountable nouns. يعني عندي الكلمة a bit of وكلمة a piece of ممكن استخدمها عموما قبل الكلمة اللي هم الـ uncountable nouns، ولكن عندي بعض العبارات التانية اللي انا بضطر ان انا استخدمها قبل، او عندي كلمات تانية بستخدمها قبل بعض الـ uncountable nouns اللي مش هيبقى مناسب معاها كلمة a bit of و a piece of. زي كلمة a spell of summer. A spell of summer weather يعني فترة من الطقس الصيفي. rumble of thunder اللي هو صوت الايه، رامبل اوف ثاندر يعني رعد، رعداية يعني. فلاش اوف لايتنينج اللي هي ومضة برق. في عندنا اي هيرد اشارب كلاب اوف ثاندر، كلاب اوف ثاندر، ذن ا فيو رامبلز ان ذا ديستنس. كلمة رامبلز وكلمة كلاب اوف ثاندر بتيجي دايما كلمة رامبل وكلاب مع كلمة ثاندر يعني الرعد. اصادن جاست اوف ويند تيرند ماي امبريلا انسايد اوت. gust of wind يعني هبة من الريح. there was a side a sudden shower of rain. sudden shower of rain يعني حبة مطر. طبعا خد بالك من كلمة wind وكلمة rain وكلمة thunder وكلمة lightning وكلمة weather، كل دي كلمات uncountable noun، بس ما ينفعش نقول ايه a bit of weather او a piece of weather or a bit of lightning or a piece of thunder. لا، عندي كلمة كلاب of thunder، rumble of thunder، flash of lightning، عندي كمان كلمة spell of summer weather، spell of summer. turned my inside of the umbrella turned it out. يعني الرياح خلت الانسايد اللي هي الجزء الداخلي من الامبريلا turned it out، خلته في الخارج، قلبتها يعني. there was a sudden shower of rain. did you feel a spot of rain. did you feel a spot of rain. طبعا spot of rain بدل ما اقول جزء من المطر، لان كلمة rain كلمة لا تعد. طيب قال لك بقى كلمة برضو الكلمات اللي احنا بنستخدمها المواد بتاع الاكل، زي كلمة توست وبريد وميت وتشيز. تشيز الجبنة والبريد والتوست ديت، انا عايز اجيب كلمة بريد العيش او الخبز، وكلمة ميت اللحمة، وتشيز الجبن، كلمات تعتبر ماتيريال، مادة يعني، تعتبر مادة للاكل، فاحنا بنعتبرها كلمة ايه لا تعد. طب هي عايزة اخليها تعد، عايزة اجيب تشي يعني، عايزة اقول قطعتين من الجبنة او قطعتين من اللحمة، او عايزة اقول رغيفين عيش. قال لك a loaf of bread. a loaf of bread يعني رغيف عيش. a slice of cake يعني شريحة من الايه او قطعة من الكيك. two bars of chocolate. two bars of chocolate يعني قطعتين شوكولاتة. and a tube of toothpaste. tube of toothpaste يعني أنبوبة معجون أسنان. two cartons of milk. كرتونتين من اللبن، لأن كلمة ملك هنا لا تجمع، فعشان أخليها تجمع يبقى هشتري الملك بالإيه، بالكونتينر بتاعها. يا ترى إيه الكونتينر بتاع الملك؟ كرتونتين يعني two cartons of milk and three bars of soap، وعايزة ثلاثة من قطع الإيه الصابون. وعندك كلمة slice هنا يعني شريحة من. a slice of bread, a slice of toast, a slice of meat, a slice of cheese. قطعة من الجبن بسميها a slice of a slice of cheese. طب nature، لو انا مثلا عايزة اتكلم على حاجات من كلمة grass يعني العشب لا يجمع. طب انا عايزة اتكلم على الجراس، كلمة smoke يعني الدخان. في عندي كمان كلمة air اللي هو الهواء، وفي عندي كمان كول اللي هو الفحم. دي كلها تعتبر كلمات لا تعد. طب انا عايزة استخدمها في هذا عايزة استخدمها في السياق بتاعي، بس عايزة اجيب لها كوانتيفاير لها يعني حاجة تجيبها فيها او لعدها يعني. بليد اوف جراس يعني حتة كمية من العشب. واتس هابند. لوك ات ذا كلاود سموك. كلاود اوف سموك، سحابة من الدخان. هانجينج اوفر ذا تاون، متعلقة فوق المدينة. شي بلو ليتل بافس. بلو ليتل بافس اوف سموك اوت اوف هير سيجرت ستريت انتو ماي فيس. كلمة بافس اوف سموك يعني ايه، حاجة زي هبة كده يعني طلعت السموك بتاع السيجرت بتاعها straight into my face. let's go out and get a breath of fresh air. a breath of fresh air يلا ناخد نفس من الهواء الايه، من الهواء الفريش. put another lump of coal on the fire please. lump can also be used with sugar يعني حط قطعة تانية من الكول، قطعة أخرى من الفحم على الفاير، ممكن نستخدمها مع كلمة sugar اللي هو السكر.
هنا بقى جايب لك بعض الكلمات التانية اللي ممكن نستخدمها ايضا. لوفز I had an amazing stroke of luck. stroke of luck يعني ضربة حظ. I have never been him do a stroke of work. only a negative sent يعني ما شفتوش بيشتغل ولا شغله ولا 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 شغله قد كده، بس انت ما بتقولش بقى one work، بتقول a stroke of work. I have never seen him in such a fit of timber before. in such a fit of timber يعني في هذا المزاج، في الحالة المزاجية دي يعني. The donkey is the basic means، طبعا basic means of transport، كلمة transport يعني كلمة لوفز، طبعا هو شال الاف وحط في اي اس لان في طريقة جمع الكلمة اللي بتنتهي بالاف او الاف اي. وعلى فكرة مش كل الكلمات اللي بتنتهي بالاف والاف اي جمعها بالفي اي اس، هم 14 كلمة بس في الانجليزي اللي جمعهم اف اي او نهاية الكلمة في المفرد اف او اف اي، تقوم تجمع بازالة الاف والاف اي واضافت او اللي هي اي في اس اللي هي الفي اي اس عفوا. كلمة امينز اوف ترانسبورت يعني وسيلة مواصلات. كلمة ترانسبورت او ترانسبورتيشن دي كلمة لا تعد. طب انت عايز تقول وسيلة مواصلات يبقى امينز اوف. tights must be the most useful article or item of clothing. طبعا tights اللي هي الحاجات اللي هي الضيقة. كلمة item of clothing or article of clothing يبقى كلمة نوع من انواع الملابس. there was an interesting item of news. interesting item of news يعني خبر جميل قوي عن فرانس on TV last night. يبقى ديت عبارات بتخلينا نحول الكلمة التي لا تعد الى كلمة تعد. وكل ولاحظوا ان احنا بنحفظ الكلام اللي هو in bold ده. item of news, article of clothing, means of transport, fit of timber, stroke of work, stroke of right, of luck. فينا بقى عندك بعض الكلمات الابستراكت بتبقى uncountable noun وانت عايز تجيب معاها عايز تعدها، فعايز تقول ايه في حالتين من الحالتين emergency. حالتين emergency يعني حالتين طوارئ، فتقول state of emergency, state of chaos, state of tension, of confusion, of health, of disorder, uncertainty, poverty, agitation, disrepair, flux or a state of emergency. مديك مثال يقولك a state of emergency، يبقى كلمة emergency مش هتقول an item of emergency، هتقول a state of emergency لان ده abstract noun ما ينفعش تقول معه item. لازم هتجيب معاه كلمة برضو تشير للابستراكت نس بتاعة الكلمة زي كلمة ايه، كلمة state of. هنا بقى ال countries وال nationalities واستخدام زي. احنا فاكرين لما خدنا ال writing tasks قالك وانت بتعمل في الاستراتيجيز انت بتعمل حاجه زي تشيك ليست كده، مجموعه حاجات، وفي عندك كلمات او من اسامي الدول اللي ممكن تجيب معاها ذا وممكن ما تجيبش، زي كلمه ذا جامبيا او جامبيا، ليبانون ذا ليبانون، ذا اوكرين او ذا سودان. دي ممكن الذا هنا اللي بين قوسين معناها ان انت ممكن تستخدم ذا مع اسم البلد دي او ممكن ما تستخدمش. adjectives which are referring to countries and languages. هنا بقى عندي دي الكلي، انا طبعا انا هنا عندي زي يو اس اي اللي هي زي دايما يجي معاها ذا في الايه، في اسمها كبلد. ايجيبت، باريس، انجلاند، بريتن، كل الاسامي البلاد ما بيجيش معاها ايه، ما بيجيش معاها ذا. انما طبعا قاعده اللي هي كلمه اميريتس وكلمه كينجدم وكلمه ستيتس لو جت في اسم البلد لازم نحط قبلها ذا. ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، The Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates اللي هي أسامي الكلم، أسامي الدول اللي هي فيها كلمة Emirates أو كلمة Kingdom أو كلمة States. بيبقى The Republic, the Arab Republic of Egypt، وكلمة Republic برضو لو جت في اسم الدولة بتيجي قبلها زي. إنما أغلب أسامي الدول ما بيجيش معها زي. وعندنا أربع أسامي الدول هي ممكن تيجي معاها زي وممكن ما تجيش معاها زي، اللي هي لبنان وسودان وجامبيا والتالتة اللي هي الأوكرين. طب اسامي البلد بقى بتنبثق منها اسامي الايه، الجنسيات واسامي اللغات. اغلب اسامي اللغات بتيجي بقى جايه من الجنسيه. طيب انا عايز اقول الولد دوت مثلا بينتمي الى بريطانيا فاقول عليه بريتش. قال لك اسامي الجنسيات او الصفات المنتميه للبلاد اغلب الجنسيات بتنتهي بايه، باي اس اتش، اي اي ان او اي ان، اي اس اي او اي سي.
اغلب اسامي الجنسيات واللغات بتنتهي بالايه، بتنتهي بهذه النهايات. مديك مثال بقى على بريتش وايرش، وعندك فليمش وعندك دانش وتركش وسبانش، كل دي جنسيات بتدل على الايه، واغلب وبتلاقي التركش اللي هي اللغة التركية، بريتش انجلش اللغة الانجليزية، ذا فيلبينز بيجي معها ذا، كنديان كندا، كنديان برازيليان امريكان ايجيبشن راشن استراليان، دي كلها جنسيات. امريكان انجلش اللي هو اللغة الانجليزية الامريكية، جابانيز تشاينيز جانيز مالتيز تايوانيز، دي برضو جنسيات. اسرائيلي اراك كويتي باكستاني يمني بنجلاديشي ايسلندك وارابيك، دي اسامي الايه، اسامي اللغات المنتهيه باي سي. بالنسبه للناشوناليتيز، اغلب الناشوناليتيز بتبقى شبه الايه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الاي اس اتش والاي اي ان دي. Some nationalities have nouns for referring to people. يعني بعض اسامي كده تقول لك هي از ترك، كانك قلت هي از تركش، هي از تركش او هي از ا تركش. يبقى انا عندي اسم الناشوناليتي الجنسيه، يا اما تبقى ادجكتيف زي ما قال لك في النقطه اللي فاتت صفه، يعني اجي اقول ايه بريتش بيبل الشعب البريطاني، بريتش كونسل المجلس الايه البريطاني، ممكن تقول مثلا كنديان اسمبلي المجلس المجلس الكندي. يبقى انا هنا عندي كلمه كنديان صفه اجيب وراها الموصوف. ممكن اقول لك هي از كنديان، يبقى هي از كنديان هو كندي دي صفه، هي از ا كنديان هي از ان امريكان، يبقى جيت ا وان هنا يبقى حولتها من ادجكتيف لناون، ولكنها ناون يدل على جنسيته، يدل على المكان اللي هو جاي ايه جاي منه. بيقول لك بقى هنا بعض الجنسيات بتيجي منها الفاظ، غير ان انا اقول مثلا هي از ايه، هي از هي از افن، هي از سويدي، هي از ترك، هي از سبانيارد، هي از دين، هي از بريتون. كلمه بريتون هنا يعني ايه بريتش بريطاني، هي از ارب، ارب لو جاي من العالم الايه العربي. دي حاجات دي كلمات كده احفظها انت. طيب العموم بقى، الاستخدام العام for most nationalities اغلب الجنسيات we can use the adjectives as nouns. يعني كلمة German German، he is German هو ألماني، he is German، he is a German، he is a German man، يبقى ممكن استخدمه كadjective وممكن استخدمه كايه كنون، وفي الحالتين المعنى واصل ان هو راجل ألماني، او he is German he is هو يكون ألماني، يا اما ألماني صفة يا اما ألماني ايه noun. He is an Italian. He is a Greek. He is an African. African يعني جاي من أفريقيا. Some need women. الله مش عارفة، بس هي أغلب يعني الكلمات عموما اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية بيبقى جاي منها كلمات لها مصادر مختلفة. يعني في كلمات بيبقى أصلها لاتيني، في كلمات بيبقى أصلها يوناني، في كلمات بيبقى أصلها عربي، في كلمات بيبقى أصلها الأنجلو ساكسون لانجوج اللي هي اللغة الإنجليزية اللي انبثقت منها اللغة الإنجليزية الحالية. فكلمة إيجيبت يعني لها أصل في اللغة الإنجليزية، هي مش عارفه بقى يا ترى هي جايه من انهي لغه بالظبط، يا ترى هي اصلها ولا اصلها ايه بالظبط، لان الكلام الانجليزي اللي انت شايفه ده بيبقى له اصول مختلفه، يعني الكلمه بتبقى جايه من اصول مختلفه. زي مثلا كلمه قطن، ما هي كلمه قطن دي مش موجوده في الانجليش، دي بيقولوا دي متاخده من اللغه العربيه. كلمه ادميرال اللي هو امير البحر، او لقب من الالقاب اللي بياخدوها الجماعه اللي بيشتغلوا في الملاحه البحريه، جايه من اللغه العربيه. زي برضو من القرآن الكريم عندنا في بعض الألفاظ اللي هي مش لغة عربية، مش منبثقة باللغة العربية الأم اللي هي في شبه الجزيرة العربية، لا جاية من لغات تانية. يعني زي ما اللغة العربية بتاخد من لغات تانية، اللغة الإنجليزية أيضا بتاخد من لغات تانية، إنما المصدر بقى السورس بتاع الكلمة اللي هي إنجليش اللي هي إيجيبت، أفتكر إن كان في بعض الناس قالوا لنا عنها إنها كلمة جيبسي يعني الغجري، يعني كلمة جيبسي هنا يعني الغجري، فالله اعلم هل هي المصدر بتاعها ولا لا، لان انا ما يعني ما سبقش ولفتت نظري الكلمه عشان ابحث عن اصلها. طيب قال لك هنا ان اجيرمان، ممكن تقول اجيرمان وومن او اجيرمان مان او اجيرمان بيرسون، ممكن تقولها، بات يو كانت سي ادوتش، ما تقولش ادوتش، قول ادوتش مان اور فرنش وومن ان ايريش بيرسون ان ايسلندك مان. يبقى انا بتكلم على، طب انا عايز اقول الايه، عايز اقول الشعب البريطاني او الجماعه البريطانيين، يبقى اقول ذا بريتش او ذا بريتش بيبل،
the British or the British people. The Chinese. The Chinese. يبقى حرف الزا أو الأداة الأرتكل الديفينيت أرتكل زا لما جبناها قدام the Japanese بقت الشعب الياباني. The Japanese, the Egyptian. The Egyptian يعني المصريين أو the Egyptian people الشعب المصري. هنا بقى جايب لك خريطة، الخريطة دي بتحاول تبقى تقول لك أسامي المناطق في العالم. أسامي المناطق دي جميلة جدا ومهمة، تحبوا تستخدموها. كلمة the Pacific اللي هي البحر المحيط الهادي، استراليا، الانتراكتيك اللي هو القطب الجنوبي، والاركتيك القطب الشمالي، وعندك ايجا اللي هو قارة اسيا، ذا ميدل ايست، ذا فار ايست. فين ذا فار ايست؟ تحت هنا تلاقي الفار ايست اهو، وذا ميدل ايست، والنورث افريكا، ويوروب، والكاريبان، ولاتين امريكان، لاتين امريكا، امريكا اللاتينية، وذا اتلانتيك المحيط الاطلنطي، ونورث امريكا، امريكا الشمالية. دي كلها المناطق اللي ايه؟ المناطق المشهورة في العالم. طيب انا عايز اتكلم على البيبل، بيبلز اند ريسز اللي شعوب بقى والاجناس. بيبل بيلونج تو اثنيك جروبس اند ريجونال جروبس، المناطق العرقية او المجموعات اللي في المجموعات المناطق اللي في العالم، يعني اشهر المناطق اللي في العالم اللي هو اللي قالها لك في الخريطة فوق. افرو كاريبنز، ايجنز، اورينتلز، لاتين امريكانز. لما واحد يقول لك وات ار يو، انت منين؟ Are you a North American? Are you a Southern African? Are you a European? A European مش an European, a European. Are you a Melanesian? They speak dialects as well as languages. يستخدموا لهجات أو بيقولوا لهجات. Everyone has a mother. طبعا هنا كلمة ethnic group, regional group. وجاب لك اسامي الاماكن المختلفه في العالم. هنا بقى بيعرفك عن البيبلز والريسز. سبيك دايلكتس بيتكلموا لهجات، از ويل از لانجويجز بالاضافه للغات. ايفري ون هاز ا ماذر تانج اور فيرست لانجويج، اللغه الاساسيه او الماذر تانج. ميني هاف سكند اور ثيرد لانجويجز. بعض الاثنيك جروبس دي الاثنيك جروبس دي بتلاقيها مشهوره جدا في امريكا. تروح تلاقي جماعة الاسبانيش والجماعة التشاينيز والجماعة الجابانيز والجماعة الاربس اللي هم الجماعة العربي العرب، كل دول بيعتبروهم اسم جروبس، يعني معلوم مجاميع بتنتمي لمناطق محددة في العالم وجات قعدت عندهم فيرست لانجوج وعندهم سكند لانجوج وعندهم ثيرد لانجوج اللي هم اللغة الام اللي هم جايين منها من المنطقة الاساسية بتاعتهم، واللغة التانية اللي هم بيتكلموها في البلد اللي هاجروا لها. Some people are perfect in more than one language and are bilingual and multilingual. طبعا كلمة bilingual يعني ثنائي اللغة، ومultilingual يعني متعدد اللغات، بيتكلم أكتر من لغة. دي كلها نوع من أنواع الإيه؟ دي آخر تو سلايدز في أو آخر 3 سلايدز في الليكتشر النهارده. بيقول لك إحنا عندنا بعض الكلمات اللي بيساء نطقها في كثير من السياقات، زي كلمة about، كلمة wonder، كلمة lost، كلمة late، كلمة alive. بعض الناس بتنطق هذه الكلمات نطق غير صحيح، فهو بيقول لك النطق الصحيح بتاعها كلمة put، cut، cupid. fiend، friend، science، rain، receive، reinforce، met، meter، sorry، go، love، to، head، team، react، مش هقول react لا react، our، root، would، cool، cook، coat. دي كلمات بيساء ايه؟ بيساء ال pronouns بتاعها. قال لك دي كلمات دايما بتيجي سايلنت، عفوا دي حروف دايما بتيجي سايلنت. بالنسبه للبي لما بتيجي في البي اس دايما لما بيجوا في اول البي اس لما بيجوا في اول الكلمه دايما البي بتبقى سايلنت وتبدا نطق الكلمه من الاس. psychic، سايكاتري، وبعدين عندك نيوماتيك، وعندك ريسيت، وعندك سايكولوجي. البي اللي بتيجي دايما مع الام بتبقى بام بي، دايما البي بتبقى سايلنت، وكاتب لك الحرف لام وام وكلايم وتوم ودم وكم. داوت البي مع تي دايما الداوت، داوت يبقى البي سايلنت. ديت كلمه كلاود ال ال مع دي دايما ال ال سايلنت. اونر الاتش اللي بتيجي وراها او دايما بتنطق ما بتتنطقش الاتش وبتبدا بالاو، اونر.
و honest و our و air و heirs. في عندك التي اللي هي الاس تي ال او الاس تي ال، دايما التي اللي في النص ما بتتنطقش، زي وصل زي كاسل زي لسن زي فاستن زي سوفن زي كريسمس. ني نايف، الكي ان دايما الكي ما بتتنطقش. كلمه كارد، الار اللي جايه في الكلمه وبعدها حرف ساكن ما بتتنطقش، كارد. على فكره هنا بقى بريتش انجلش بالصريح يعني. يبقى كلمه كارد، كلمه باك، فارم، بيرن، ورك، ستوم، تات. يبقى دي كلها كلمات الار ما بتتنطقش فيها. سيستر، تيتشر، ووتر، دي ما بتتنطقش الار الا اذا جه وراها حرف ساكن، حرف متحرك. ووتر، ووتر از، ووتر از. يبقى انا هنا عندي كلمه ووتر از لو جه وراها حرف متحرك هنطق الايه؟ هنطق الار. هتقولي القواعد بتاع النطق دي على انهي لغه؟ هقول لك على البريتش انجلش، على البريطاني او على اللكنه البريطاني. لما تروح امريكا وانت بتتكلم بريطانيا هيبقوا مبسوطين بيك جدا ويعتبروك كالتشرد، يعتبروك راجل مثقف او راجل على مستوى عالي من العلم او مستوى عالي من الثقافه او مستوى عالي من الدراسه. مش شايف هم هيفهموكوا كل حاجه، بس هتبان من لكنتك ان انت يعني يو ار ان ارب هو از speaking British English، انت عربي بتتكلم بريتش ايه؟ بريتش انجلش، غير ان انت تروح دارس الامريكان انجلش وتتكلم بالامريكان انجلش. طبعا طول ما انت عربي ولغتك الام عربي هتاثر لغتك الام بدرجه او باخرى على نطقك للغه الانجليزيه، ولكن درجه تاثير لغتك الام على نطقك للغه الانجليزيه ما يعوقش فهمك. ما اقولش الراجل ده عربي بيتكلم انجليزي بلكنه غير مفهومه خالص، كده تاخد سكور قليل جدا في الايلتس. ولو سافرت وهاجرت بره ولا حاجه طبعا مجرد ما هتقعد لك 6 7 شهور في البلد هتبدا خلاص تلقط اللغه بالممارسه، بالسمع اللي بتسمعها دايما وبتتكلمها دايما وبتقراها دايما، وكل حاجه عندك بقت قلبت انجليزي. طبيعي ومنطقي جدا ان لغتك بعد فتره من قعدك في البلد اللي بيتكلم اهلها انجليزي انها تتحسن، وبعد فتره كمان بتنسى عربي، العربي بتاعك بتنساه بعد كده. حتى اللي بيقرا انجليزي كتير لاي غرض من الاغراض بيجد صعوبه جدا في التعبير عن نفسه باللغه العربيه، زي يعني مش هيبقى زي اللي بيتكلم لغه عربيه، مش هيبقى زي اللي بيتكلم لغه عربيه وبيقرا فيها. يعني طريقه تعبيره عن نفسه باللغه العربيه اذا لم يكن قارئ في اللغتين عنده لغه لازم هتضيع منه، لان الدماغ بيتبرمج على اللغه اللي انت بتتكلمها او اللغه اللي انت بتسمعها او اللغه اللي انت بتقرا بيها. لو ما قرأتش ووزنت، عشان كده انا يعني حريصه على ان انا، لان انا طول النهار تقريبا بتكلم بقرا باللغه الانجليزيه، لو انا منعت كلام بعربي هنسى المفردات العربيه. ان عدم كلامي باللغه العربيه، عدم قرايتي باللغه العربيه هيخلي اللغه العربيه بتاعي بايظه خالص. يعني لو اشتغلت في مجال ترجمه لازم ابقى متقنه اللغتين على مستوياتهم المطلوب مني الترجمه منهم، يعني اذا كان مستوى فورمال او انفورمال لازم ابقى دارسه اللغتين على نفس المستوى اللي انا عايز انقل منه او انقل اليه بنفس التمكن. في هنا بقى جزئيه في النطق اللي هي كلمه كوندكت وكلمه ديزرت وكلمه ريكورد. الكلمات ده هي عباره عن مقطعين، كل الكلمات اللي قدامك دي عباره عن كلمه من مقطعين مكونه من المقطع الاول كون ودكت، ديز وارت، بير ومت، ري وكورد، ري وجكت، بري وزنت، ام وبورت. لما بتلاقي كلمه مكونه من مقطعين اتنين بيبقى عندك مقطع واحد فيهم مشدد، يا الاول يا التاني. الكلمة دي بتحتمل انها تيجي نون او تيجي فيرب. لو جت نون when it's a noun and the second syllable، يعني لما انت بتيجي عندك ايه، عندك الكلمة دي نون وهي two syllables، مين المقطع اللي هيبقى مشدد لو هي نون، ومين المقطع اللي هيبقى مشدد لو هي فيرب؟ ولكن a number of two syllable words in English the stress is on the first syllable of the word when it's a noun. لما تبقى النون بيبقى الاستريس على الفيرست سيلابل، زي كلمه ديزرت. كلمه ايه؟ ديزرت. طب لو انا هحول كلمه ديزرت دي لفيرب بمعنى يهجر يبقى ديزرت، بيتغير النطق بسبب تغير وضع الشده او الاستريس على المقطع. في عندك مقطع مقطع الاول والمقطع الثاني، لو المقطع الاولاني مشدد تبقى الكلمه دي نون، لو المقطع الثاني مشدد تبقى الكلمه دي ايه؟
تبقى الكلمة دي فيرب، يبقى هنسمع الكلمة مرتين. ايوه بتفرق الايه، بتفرق في النطق اذا كان المقطع الاول مشدد او المقطع التاني ايه مشدد. كل المعلومات اللي انا بديها لكم دي يا جماعة معلومات احنا درسناها كطلبة في الجامعة، ما درسناهاش بره الجامعة، يعني ما درسناهاش قبل كده لا في ثانوي ولا درسناها في ما قبل التعليم الجامعي. احنا طلبة متخصصين في الانجليزي كده، كانوا بيدرسوا لنا الفيرست سيلابل وين ات از ستريسد اند ذا سكند سيلابل وين ات از ستريسد وذ ديفرنس بتوين ذم، يعني الكلام ده كله مستوى ادفانسد ايه، ادفانسد لانجوج ليرنرز. ابوستروفي، كلمة ابوستروفي كلمة دايما مس برونونسد يعني بتتنطق بشكل خاطئ. ريسيبي في الوصفة، بلاو كاتاستروفي، هاي كاب مصل، كبر سورد، انترستينج. قال لك الكلمات ديت بتبقى مس برونونسد ولازم ناخد بالنا من نطقها. في هنا بقى كلمات بيتغير نطقها على حسب استخدامها، زي كلمة ليف وكلمة لايف. كلمة ليف يعني يعيش بتتنطق ليف، انما لايف اللي هي بتبقى ايه، اللي هي اون اير، لما تبقى الحاجه اون اير زي المحاضره بتاعتنا كده، محاضره على الهواء. اي ريد لو انت بتقولها في المضارع، اي ريد لو قلتها في الماضي. زليد سينجر اللي هو السينجر او المغني القائد. كلمه ليد يعني الرصاص. ذا ويند الرياح. دونت فورجيت تو وايند، وايند يعني تملى الساعه بتاعتك عشان تمشي. wound الجرح، terrible wound in the war. wound my watch، wound my watch last night، يبقى wound اللي هو الجرح. my students are my students at Oxford spend more time learning to row well than studying. وعندنا كلمة this book is called English vocabulary in use and you must know how to use words as well as their meaning. use use و use، النون use والverb use، النون wind الverb wind، النون lead اللي عفوا النون الصفة هنا lead يعني قائد، وعلى فكرة ما leader يعني القائد. ولد اللي هو الرصاص اللي هو نوع من انواع الايه الميتلز. وريد يقرا في المضارع، ريد في الماضي. وليف يعيش، وكلمه لايف يعني اون اير. دي بعض الكلمات اللي ربما يساء او مس برونونسد ات، يساء نطقها او تنطق بشكل غير صحيح. كده وبفضل الله انتهينا من هذا الكورس. في دي بقى بعض الكلمات اللي هي هوموفونز، وفي الهوموفونز اللي هي وفي عندنا الفرق ما بين كلمه هاوس وكلمه هاوز. هاوز يعني يحتوي على او بيشمل the buildings house library and two concert halls as well as theater، يعني المبنى ده فيه بيحتوي على ايه. وكلمه هاوس يعني المنزل. وفي عندنا كلمه باست وكلمه بيزد. باست ذا بيبي يعني حمت الطفل. وي بيزد ان ذا سي ما وي بيزد، انما اي بيزد ذا بيبي، اي باست ذا بيبي، بتفرق معانا في نطق الايه، في نطق، على الرغم ان نفس الكلام اهوت ونفس الكلمه اللي هي كلمه اللي هي البي اي تي اتش اي دي، في مره اتنطقت باست وفي مره اتنطقت بيزد. دي بقى كلمات لو انت عارف نطق واحده منها انطق الثانيه زيها، زي مثلا كلمه ايه اتس، يبقى دي اتس، اور اور، بليس بليس، ريد ريد، سيل سيل، سول سول، زير زير زير، زير زير زير، دي اسمها هوموفونز. هوموفونز يعني كلمتين بيتنطقوا بنفس الطريقة على الرغم ان السبيلنج بتاعهم مختلف. تاير تاير، ستيك ستيك، سنت سنت، رايت رايت رايت، يبقى رايت 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 ثلاثة. براي وبراي، بين وبين، مايت ومايت، وجرون وجرون، وفيز وفيز، وإير وإير، وألاود وألاود، وبيل وبيل، وريز وريز، ورف ورف، وصيت وصيت، وتي وتي، وتو وتو، تو وتو، نفس النطق. واين واين، دي اسمها هوموفونز، يعني الفاظ بتتكتب بطريقه ولكن بنفس النطق بالرغم من اختلاف معناها واختلاف كمان السبيلنج بتاعها. ان شاء الله بفضل الله انتهينا من هذه الدوره على خير باذن الله. ارجو انها تكون اتت بالنفع لكل اللي حضروا،
وفعلا يكونوا اللي حضروا معانا. انا وجدت يا جماعة بعض اما بتيجي تتكلم بتعرفها من المعنى طبعا، لان كلمة فير كلمة فير وكلمة فير، كلمة جريت وكلمة جريت، كلمة ليز وكلمة ليز، كلمة بيل وبيل، ال وسين وسين بتختلف تماما. يعني مثلا I have seen you، كلمة the scene أو the scenes in this country are wonderful، كلمة سين هنا منظر طبيعي، وكلمة سين يعني يرى. يبقى ديت كلها كلمات ايه يعني بتفهمها انت من السياق او من الكلام، بتفهمها من السياق او من الكلام. عشان كده بقول لك دايما خليك على براكتس دائم، لازم تبقى يعني تبقى دايما براكتس انجلش in order to be very good language learner and in order to say that you learned English you have to practice it. عشان تقول انا اتعلمت انجليزي لازم تمارسه، لازم تمارسوا الفور سكيلز دي. بالنسبه لنا اهم الف مره من المحتوى المعرفي بتاع اللغه. النهارده المحاضره بتاعتنا محاضره محتوى معرفي، يعني بديك معلومات عن اللغه، اتس واتس وهورس وهورس والكلام ده هو كله عباره عن محتوى اللغه. ايه اللي انت بتقوله في اللغه؟ كلمات، وبتربط الكلمات مع بعضها في باستخدام قواعد الجرامر عشان تكتب سنتنس الصحيحه يبقى كلامك مفهوم. ادي محتوى اللغه، كلمات وجرامر. انما السكيلز بقى هي دي المهارات اللي بتتقاس، مش هيقيس بقى محتواك، لا هيقيس المهارة بتاعك ويشوف المحتوى اللي انت استخدمته في كل مهارة، يا ترى محتوى مناسب للسكور اللي انت عايز تاخدها ولا لا. وان شاء الله رب العالمين باذن الله يعني ربنا باذن الله ينفعكم بما قيل في هذه الدورة. واتمنى ان شاء الله ان احنا يبقى فيه، الله يكرمك يا استاذ اماني، ربنا يجزيك يا رب كل خير ان شاء الله رب العالمين باذن الله. انا طبعا عارفة ان المحاضرة دي يا جماعة المحاضرة دي هتبقى بالنسبة للجماعة اللي عندهم خبرة ومعرفة سابقة عن المعنى العام بتاع يعني بتظبط له الشكل العام كده للقواعد في دماغه. اللي قاعد بقى حاسس ان القواعد دي رجعت له بعض المعلومات اللي كانت يعني اركيك او قديمة او مهجورة في دماغه عن اللغة، يفتح الجرامر ريفرنس ويذاكرها تاني ويبقى معاه ريفرنس كده او مرجع يراجع فيها هذه القواعد تانية. بجد انا واثقه من ذلك ان شاء الله. انا اتمنى بس ان اي حد يكون قاعد معانا ما كانش متابع، وكان يعني في واحد مثلا ممكن يكون بتحدثه نفسه يقول ايه هو الجرامر بيتشرح كده، الجرامر ما بيتشرحش كده. الجرامر احنا بنقعد نجيب امثله وبنقعد نجيب يعني كونتكست معينه او باسجز معينه ونشوف الجرامر اتشرح ازاي فيها، وبندي مثلا اكسرسايزز على قواعد الجرامر وكده. بس انا ما كانش الهدف ان انا اشرح لكم جرامر بهدف ان انا الم لكم الجرامر اللي انتوا طالبينه في هذا المستوى. يعني الجرامر في مستوى الايلتس طالب مستوى معين، المستوى اللي اقل من كده بقى يدرس فيه الجرامر بتاع الجرامر ويراجع منها القواعد. ده بالنسبه للكويس اللي عايز يعمل بس كده polishing up to his grammar او للجرامر اللي هو في دماغه، دي هتبقى محاضره كويسه جدا بالنسبه له. لما في ناس تانية هتحس ان هم كانوا محتاجين شرح اكتر من كده وكانوا محتاجين تطبيق على هذه القواعد. ده مجرد بس كده يعني هي محاضره بفتح لك بيها الكتاب بتاع الادفانسد انجلش اللي هو الادفانسد جرامر نيوز اللي هو كتاب الادفانسد اللي انت ما تيجي تفتحه ما تحسش ان انت بقى خلاص ما انتش فاهم منه ولا كلمه. الله يكرمك يا رب، ربنا يجزيك كل خير يا رب، ده من ذوقك، ده من ذوقك يا استاذه ليلى، ربنا يجزيك كل خير يا رب. اللغه الانجليزيه سهله جدا 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 للي عارف هو ان شاء الله ربنا هيوفقه في ايه في عمله مجرد ان هو يتقن هذه اللغه. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، الله يكرمك، الله يجزيك كل خير، الله يكرمك يا رب كل خير، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. يعني انا مش انا نهايه دي نهايه الاونلاين كورسز، دي نهايه الاونلاين كورسز، بس دي مش نهايه الكورس الاخره. يعني ايه مش نهايه الكورس الاخره؟ يعني هنبقى مع بعض ان شاء الله على الفيسبوك جروب. اي حد عايز يدخل يمتحن الايلتس محتاج اي مساعده في الرايتنج، اي مساعده في السبيكنج، اي مساعده في بعض جمل ممكن يحلها في الماتيريال ويحس ان هو مثلا ليه هو حل الجمله دي كده او ما محلهاش كده ليه، طب هو جاب الاجابه دي منين، طب عمل ايه، طب خلى ايه، انا تحت امركم في المساعده بالنسبه للجماعه اللي عايزين يخشوا يمتحنوا. انا معايا حاليا زميله ليكو ان شاء الله امتحانها قرب هيبقى في يناير باذن الله، هي بتعمل معايا سبيكنج ورايتنج براكتس.
اي واحد امتحانه قرب محتاج يعمل سبيكينج او رايتنج براكتس، ان شاء الله ربنا يقدرني باذن الله وابقى معاه باذن الله على ال، هيبقى بقى يعني ان شاء الله. انا الايميل بتاعي اهوت، لو حد عايز فيكو يعني اي حاجة تخص دراسته في اختبار الايلتس او اي حاجة تخص اللغة الانجليزية، انا الايميل بتاعي موجود لأي حد عايز يتواصل معايا وانا تحت امركم. دوت الايميل بتاعي على الجيميل او الهوت ميل او الياهو، التلاتة نفس الايميل، نفس الايميل على الـ على الـ على الـ على الجيميل والهوت ميل والياهو. ان شاء الله اللي عايز الباور بوينت برزنتيشن يخش على الدارين اكاديمي فور فري انجلش او فري انجلش فور اول، وان شاء الله رب العالمين هبقى انزل عليها، هنزل عليها ان شاء الله المحاضرة. ده بالنسبة للتاني، هفكركم تاني بالايلتس ايفاليويشن فورم. يا ريت حضراتكم بعد اذنكم تعملوها يعني باللي انتوا شايفينه، يعني قولوا رايكم بدون اي حرج عليه. هو المعلومات اللي انا هاخدها دي هتبقى مفيده ليا انا كانستراكتور او كترينر بعد كده في المرات القادمه. ده لقياس مدى فاعلية هذه الدورة، يا ترى الدورة دي كانت فعالة فعلا، كانت مستاهلة الوقت اللي انتوا يعني اللي انتوا قضيتوه معانا فيها. يعني انا مثلا شايفة اسامي كانت بتتكرر معايا تقريبا في اغلب المحاضرات، استاذ ضاحي مثلا، بعض ال يعني استاذ علي حسن، في بنات او استاذ وسام او استاذ وسام، ان يعني شايفة أسامي كانت بتتكرر معايا في المحاضرات اللي فاتت. يا ترى الجماعة اللي قضوا معايا وقتهم في المحاضرات بتاعة الايلتس دي يا ترى استفادوا بيها ولا لأ؟ هو ده الهدف من الايفاليويشن فورم اللي أنا عاملاها لكم على جوجل، أعرف يا ترى الدورة كانت تستاهل الوقت اللي ضيعتوه معايا فيها، ولا كان أحسن إن احنا نعملها بطريقة أكثر فاعلية. أنا معاكم إن شاء الله على الفيسبوك جروب، اللي محتاج منكم أي حاجة بإذن الله. مش هيبقى بقى في محاضرة تانية يا باشمهندس، لان مش يعني الاونلاين كورس كده يعتبر خلص، انما بالنسبه لمتابعتكم بقى الماتيريال اللي هي اللي انا نزلتها لكم عشان تذاكروها علشان باذن الله تخشوا تمتحنوا الايلتس، انا معاكم فيها في المذاكره، لان احنا اتفقنا ان الكورس بتاعنا هيكون كورس يعلمنا ستادي استراتيجيز، ازاي هنذاكر الماتيريال المتاحه اللي احنا منزلينها على الفيسبوك جروب علشان نقدر نمتحن اختبار الايلتس وناخد السكور اللي احنا عايزينه من اول مره. يعني انا مش هروح امتحن مثلا واحد عايز يسافر بريطانيا في بعثه، ولا واحد عايز يكمل دراسته بره عايز ياخد سكور 7 ولا سكور 6 ولا 5.5 ولا حاجه، يقعد يمتحن بقى 20 مره عشان يجيب السكور اللي هو عايزه، خصوصا اذا ما كانش متخصص لغه انجليزيه. لا، احنا جبنا الماتيريال وقلنا ازاي نذاكرها وازاي نستفيد من الماده اللي جوه ماتيريال، وادينا محاضرات تخلينا ازاي نستفيد من الماتيريال، وفي نفس الوقت برده كانت المحاضرات برده مركزه على الامتحان، ازاي نحل الليسننج، ازاي نحل الريدنج الرايتنج، وازاي نذاكر. احنا قسمنا المحاضرات لتو استراتيجيز، تيست تيكينج استراتيجيز وستادي استراتيجيز، اللي هي دراسه لاستراتيجيات المذاكره واستراتيجيات حل الامتحان. وخدنا محاضرتين في النهايه خالص عن ازاي هاو تو ستادي فوكابولري وهاو تو ستادي جرامر، ازاي نذاكر الجرامر وازاي نذاكر الايه الفوكاب. طبعا المحاضرات دي كان همنا فيها ان احنا نفتح المواضيع للناس اللي هتقعد تفتح الماتيريال بتاعها وتذاكر، فيها ما انتش مذاكرها لوحدك ما ينفعش حد يسهلك بالمعلقه. المحاضره لازم، المحاضره ما هي الا تفتيح مواضيع وانت بتروح تذاكر، مين اللي هيحفظك الكلمات ومين اللي هيخليك تعرف تقعد تكتب جمله سليمه وتتكلم جمله سليمه الا اذا انت ذاكرت. فالهدف من كورسنا ان انت تاخد الماتيريال وتاخد المحاضرات تسمعها وتعرف ازاي تذاكر الماتيريال وازاي ترفع مستواك في اللغه الانجليزيه، مش بس عشان تجيب الايلتس بند سكور، لا، عشان كمان تاخد الايلتس ده الامتحان ده فرصه انك ترفع فيه من مستواك في اللغه. ان شاء الله اكيد الاكاديميه باذن الله هتيسر محاضرات ثانيه في الايلتس وفي غير الايلتس، يعني هم مصرين مستويات بيجنر وفي انترميديت، ان شاء الله رب العالمين هتلاقي تبع الاكاديميه باذن الله محاضرات تانية. ويسال في ذلك بقى استاذ مجدي معانا هنا من الدعم الفني، هو اللي عارف السكادجول بتاع الاكاديميه في مساله محاضرات اللغه.
انا بقى هستأذن القائمين على الأكاديمية، وهستأذن الشباب الجميل اللي معانا، ان انا يعني اتفرغ بإذن الله لبداية رسالة الماجستير بتاعي، علشان يعني اشوف بقى مذاكرتي، واشوف برضو انا يعني ورايا يعني مذاكرة شديدة جدا، ادعولي ربنا بإذن الله يوفقني فيها. شكرا جدا يا جماعة، اشكركم واشكر الاستاذ مجدي، واشكر كل الناس الطيبة اللي بتفيد شباب المسلمين وشباب العالم العربي كله. ربنا بإذن الله يوفقنا ويوفقكم جميعا، يا اللهم امين يا رب. ربنا يجزيكم عني كل خير، ويجزي عنا الأكاديمية كل خير. ربنا يكرمك يا رب، الله يكرمكم جميعا يا رب. ان شاء الله هبقى موجودة معاكم على الفيسبوك جروب، وهبقى متابعة شغلكم، وهبقى متابعة الشغل بتاعكم ان شاء الله. هشوف كده بقى يا ترى استفدنا بقى من الماتيريال، واستفدنا بالكورس ولا لا. ويا ريت يا جماعه تطلعوا على الجوجل دوك تعملوا الايفالويشن فورم دي باذن الله فور ماي سيك. يعني متشكره جدا جدا، وجزاكم الله كل خير، وشكر للاستاذ مجدي واكاديميه ملتقى الدارين، وان شاء الله التقي بكم مره تانية في دورات تانية ان شاء الله باذن الله، في مواضيع تانية او في اختبارات دوليه تانية، او ربما نعيد كورس الايلتس تاني، ربنا باذن الله ييسر باذن الله. شكرا شكرا جزيلا يا جماعة، ودعواتي لكل شباب كل شبابنا يا رب بالخير. يور ويلكم يور ويلكم. ان شاء الله رب العالمين، مش هتبقى اخر مرة ليك ان شاء الله مع محاضرات الاكاديمية باذن الله. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وييسر لكم كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا رب.